Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. نريد قصتنا مع نفس أبطالنا، أبطال القناة، قناة جينا ستوريز. بس المرة دي قصتنا في المستقبل. قصتنا بتكون بعد 14 سنة من الوقت الحالي. بنعرف فيها مين هيكون مع مين، مين هيكون مع مين. أبطال القصة بيعيشوا مغامرات طفولتهم في الوقت الحالي. بس أنا صاحبة القناة جنى، وانتو من ولاد القناة، بنروح مستقبلية في مسلسل لقطات مستقبلية، بنعرف فيها ايه اللي هيحصل سوا. دي نور اللي بتبقى واقفة في مدرستها، اللي بتكون رجعت لها قبل اول يوم جامعة علشان تودع مدرستها. وهنا باقي الشلة اللي جم برضو مع نور علشان يودعوا مدرستهم قبل اول يوم جامعة ليهم كلهم بكرة. كلهم في سن مختلف، نور ويوسف توأم، ومحمد اكبر منهم بكام شهر، ومايا اصغر منهم بشوية. بس جمعهم القدر كلهم في نفس السنة الدراسية. بجد انا مش قادرة اصدق خالص، النهاردة اخر يوم اشوف بيا مدرستي. اي نعم انا اقدر اروح لها تاني، بس لغاية دلوقتي انا مش في الجامعة، لغاية دلوقتي انا في مدرسة. هتوحشني اوي المدرسة بجد، مش قادرة افكر ان انا ازاي هسيبها. حتى لو كانت المدرسة ايام وحشة زمان وانا صغيرة، بس هتفضل ان انا بحب المدرسة جدا، فيها ذكريات كتير جدا. وكمان انا لسه معرفش احنا كلنا هنبقى في نفس الجامعة ولا، يعني حتى دي ممكن اسيب اصحابي. خلاص يلا روح اندهله. طيب ماشي. يا نور يا نور، ايه ده مالك؟ عايز ايه يا طويل؟ هعمل لك ايه؟ انت القصيرة طالعة لخالتك، اعمل لك ايه؟ المهم انت ايه اللي موقفك هنا؟ انا ولا حاجة، عادي جيت اشوف بس اتفرج على المدرسة زي ما كلنا جايين. طيب المهم، انا ومحمد ومايا كنا بنفكر اننا كنا اتقابلنا سوا كده، فنروح ناكل حاجة مثلا سوا. ناكل حاجة؟ زي ايه؟ مش عارف لسه بنفكر. هتيجي معانا ولا لا؟ اكيد هاجي يعني، بس انتوا هتمشوا دلوقتي ليه؟ كان نفسي اقعد شوية، المدرسة هتوحشني اوي يا يوسف. يلا يا نور، يلا يا نور. اوف انت بارد يا طويل، ابعد عني. قولك ايه، انتي اللي قصيرة. هاي جيت. هاي هاي، كنت واقفة بعيد لوحدك ليه؟ مش كنا جايين احنا سوا؟ ما انا معرفش بقى، كنت سرحت شوية. المهم هتيجي معانا؟ احنا قلنا ليوسف يجي يقولك، عشان معرفش، ما حبيتش اجي اقطع افكارك، معرفش ليه. مش عارفة يا مايا، انا مكنتش بفكر في حاجة، انتوا ليه مستنيين ان انا بفكر في حاجة؟ المهم يا ستي، هتيجي معانا ولا لا؟ على حسب هتروح فين. لو كده حاجة بحبها كده هاجي معاكم، كده كده انا جعانة قوي، وانا كمان جعانة قوي، عشان كده قلنا خلاص تعالوا نروح. مش لاقي مكان. اقول لكم على حاجة، انا عارفة نروح فين، هو مفيش غيره، منطقة ساحتنا. بتهزروا. انتوا عارفين احنا بنقعد قد ايه في المكان ده؟ احنا عارفين ما كناش بنسيبه اصلا، ولا كل ما نروح سواء درس ولا حاجه، واحنا راجعين لازم نعدي عليه. كل ما نروح سواء نعمل اي حاجه، واحنا راجعين لازم نعدي عليه. واحنا رايحين نشتري اي حاجه، واحنا راجعين لازم نعدي عليه. بجد انا كرهت المكان ده قوي بقى. هو انت مش بتحبي الاماكن اللي فيها ذكريات؟ بحب الاماكن اللي فيها ذكريات، بس ده رحنا له كتير قوي. عندها حق بصراحه، احنا المكان ده اكتر مكان جناه، انتوا ما بتفكروش ولا ايه؟ احنا المكان ده خلاص شويه ونبقى بايتين فيه، اصحاب المحل حفظونا، ارحمونا. انتوا اوفر قوي. في ايه يا جماعه؟ ما تفكوا بصراحه، مش عارف هو في ايه. في ايه؟ خلاص، هو فعلا يا مايا ما فيش مكان غير ده ان احنا نروح له. عندك حق يا نور.
بس احنا روحنا المكان ده كتير قوي. انا عارفة انا عارفة انا عارفة، بس اوريدي مفيش خلاص مكان، وانا جعانة قوي. يا اما ده يا اما نروح. نعمل ايه؟ اكيد ناكل ده عشان انا جعانة مش قادرة استحمل. وخلاص ما قدامناش فرصة تانية. انا ده كده وانا كمان اكيد. يعني اعمل ايه؟ قلنا كده من الاول. يلا اقعد بقى عشان نروح تشوف هناكل ايه. هتاكلي ايه؟ مش عارفة، ممكن اخد تشيز كيك مثلا. تشيز كيك، هاخد تشيز كيك. ماشي، ممكن انا اخد انا هروح اختار. طيب هتاخد ايه؟ مش عارف، بفكر اخد سندوتش مثلا. هاتلي زيك وخلاص، مش تعالى. اشمعنى انا هقف هنا يعني لوحدي؟ انا جاي معاكم. مهما بشم في المكان ده في الاخر برضه بتفضل الحاجات بتاعته احلى حاجه. عندك حق، بموت في التشيز كيك بتاعته. واحنا ليه ما بناكلش حاجه حلوه كل مره؟ مش عارف، احنا بنلزق دايما في يا اما شاورما يا اما كده، يا اما شاورما يا اما كده. مش فاهم حكايتنا والله ولا انا. يلا يلا انا هاكل بقى بجد، هموت من جوع. بس ده مش اكل، انا كنت جايه اعمل احسن من ان انا اكل، بس خلاص مش مهم. يلا اوكي. هتروحوا بعدها صح؟ اكيد. انا لسه مش عارفه احنا هنتقابل بكره في الجامعه ولا لا. كانت فكره سيئه جدا ان احنا كلنا نبقى مخبيين على بعض. كانت اقتراحك على فكره من اول السنه، وانتي اول واحده تقترحي. قلت لنا اول ما نوصل للجامعه مش هنقول لبعض احنا دخلنا جامعه ايه علشان نتفاجئ ببعض. بجد كانت فكره سيئه جدا. عايزه ارجع في كلامي، بس خلاص يعني اكيد مش هرجع في كلامي. وبكره اول يوم جامعه بالظبط هيبقى منظرك عر قوي. هو انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت في عالم تاني اصلا. نتكلم على ايه؟ انا نسيت. كلي يا نور، كلي وبطلي راكي بقى، كلي. يلا يا جماعة نشوفكم من بكرة بقى في أول يوم جامعة. يا لو كلنا نكون في نفس الجامعة، وأنا ما أعتقدش يعني، بس ما علينا. يلا باي، عشان أنا دلوقتي ماما عايزاني، وأنا كمان بابا كان عايزني في الشركة. يلا، واحنا كمان تقريبا هنروح. لا ماما كانت عايزينا نروح، ما اعرفش ناخدها منين. ماشي ماشي، يلا سلام يا جماعة. سلام سلام سلام. امال هنروح فين يا بنتي؟ ماما عايزانا. تعالي تعالي. معقولة بابا عايزني تاني في الشركة تاني عشان يقول لي ما اعرفش ايه وما اعرفش ايه؟ يا ربي يا بابا. ماما عايزاني عشان اروح انا وهي، ما اعرفش ايه تقريبا كانت عايزاني. هندخل سوا انا وهي، نروح نقدم لمايا في مدرسة تانية، ما اعرفش ايه. قصدي ميلا. ميلا، انا ليه دايما بنسى اسمها مع ان انا مايا؟ هو انت يا ماما متأكدة ان نور ويوسف جايين؟ ايوه يا نيلي، في ايه؟ دي نيلي اخت نور ويوسف الصغيرة، عمرها في المسلسل هيكون 14 سنة. ماما احنا جينا، اسفين اوي على التأخير. معلش. عادي عادي، المهم كنت فين؟ كنت فين؟ حرام عليكم، ده انا وماما استنينا كتير قوي، بقالنا كتير جدا هنا. اسفين. المهم كنتوا هتروحوا فين بقى؟ كنا هنروح المول ومستنيينكم نخرج سوا. فين بابا؟ بابا في المستشفى كالعادة. نفسي يسيب الشغل بقى ده. يسيب الشغل؟ قصدك ايه؟ لا مش قصدي زي ما انت فهمت، بس هو بابا بيشتغل من على طول. نعم نور، بابا امبارح كان اجازة، واول امبارح كان اجازة بابا قاعد معانا 24 ساعة. يا نور في ايه ده؟ انا مصدقت ينزل. انت عايزه ينزل ليه؟ عايزه ينزل عشان هو بابا لازم يروح الشغل، وانا مش عايزة ينزل، انا عايزة يفضل قاعد معانا 24 ساعة عادي. طيب طيب خلاص مش مهم، يلا نخرج دلوقتي وبعد كده بتخانقوا في البيت ممكن. ماشي يلا. انا مش عارفة ازاي انتي نقتولي، بطلي تعايريني لو سمحتي. ايه ده اللي جابك هنا يا جوسي؟ دي جوسي اللي تبقى أخت محمد الصغير في المسلسل، عندها 16 سنة. انت اللي ايه اللي جابك هنا؟ بابا قال لي تعالي هنا عشان مش عارفة عايزك ليه، ما قاليش في التليفون، بس المهم ان هو قال لي تعالي قابليني. بجد؟ اصل قال لي نفس الكلمة دي. طب ما علينا، تعالى نطلع نشوف بابا عايز ايه. امال انت كنت واقفة هنا ليه؟ مفيش، ده انا لسه واصلة بس. طب تعالي نطلع. يلا يا ميلا يا ميلا، نزلي القطة من على ايدك، ما ينفعش كده، القطة دي من الشارع. ودي ميلا اخت مايا الصغيرة اللي عندها في المسلسل 15 سنة. ماما انا جيت. ايه التأخير ده كله يا مايا؟
حرام عليكي، مستنينك من بدري انا واختك. ها اتأخرتي كده ليه؟ ها معلش يا ماما بقى. مايا اخيرا جيتي، يلا بقى. اوف انا مستعجله بجد، وانتي كنتي بارده. شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا ليكي شكرا. المهم يلا يا ماما، يلا يلا يا ميلا. حاضر. هنا نانسي واحمد اللي كالعاده بيروحوا الاماكن الجميله سوا. بس ثانيه واحده، فين ابنهم ادم؟ ويا ترى بقى عنده اخوات ولا لا؟ ثانيه واحده كمان، لسه ناس مفقوده في الحلقه. فين ليسا وشريف والام الوحيده اللي ما ظهرتش؟ فين ليه؟ في الحلقه دي هنعرف ان مايا دخلت كليه اعلام، نور ويوسف دخلوا كليه علوم، ومحمد دخل كليه تجاره انجليش، وكلهم اتقابلوا في نفس الجامعه. مايا ومحمد، يوسف ونور، ايه ده انتوا التلاته؟ ايه ده احنا دخلنا نفس الجامعه نفس الكليه؟ اعتقد ان مش نفس الكليه بس نفس الجامعه اعتقد. بتهيألي هو انتوا دخلتوا ايه؟ ده نكون كمان في نفس الكليه، دي حاجه كويسه قوي ان احنا في نفس الجامعه. تخيل نكون كمان في نفس الكليه. انا دخلت الصراحه كليه اعلام، انا للاسف تجاره انجليش. اوف ده انتوا بعيد قوي عننا. مش بعيد قوي، قصدي يعني ان انتوا في كليات تانية. انا ويوسف في علوم، كليه علوم. واو كانت فكره جميله قوي، ازاي ما خدتش بالي؟ كنتوا دايما بتحاولوا تلقحوا على كده. عندك حق، غبيه غبيه، نعمل لك ايه؟ كمان محمد كان بيلقح ان هو انجليش وما اعرفش ايه، ازاي ما فكرتش ان انت هتدخل تجاره انجليش؟ مش عارف، شفت بقى؟ وانا دايما كنت بقول لكم انا هبقى مذيعه، انا هبقى مذيعه، انتوا اغبياء جدا جدا جدا. انتوا انا اكتر واحده كنت بلقح. حرفيا احنا ما كناش بناخد بالنا من تلقيحات بعض من كتر ما احنا كنا متوترين احنا نبقى مع بعض ولا لا. الحاجه الكويسه ان احنا كلنا مع بعض، صح يا نور؟ ايوه. اوكي. اليوم حلو، اليوم هيبقى فتاك يا نور. انت متخيله ان احنا هنبقى في الجامعه سوا احنا الاربعه؟ بجد عندك حق. طب ايه اول حاجه هتعملوها؟ مش عارفه هي الحصه هتبدا امتى. حصه حصه المستر هيجي امتى؟ لا 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 لا، هبوس ايدك، هتفضحينا جماعه. انا لو البنت دي قالت اي حاجه انا ما اعرفهاش. مين اللي هيفضحنا؟ اسكتي 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 يا نور اسكتي. امال اسمهم ايه؟ الحصه اسمها محاضره، اوكي. المستر اسمه دكتور، والديسك اسمه مدرج. يعني بصي، الكانتين اسمه كافيه، ماشي. وايه تاني وايه تاني ممكن تبقي غبيه فيه؟ الواجب اسمه الشيت اعتقد. طب والمدير؟ مدير قصدك المعيد تقريبا؟ لا لا، عميد. عميد او معيد؟ مع عميد، مفيش حاجه اسمها معيد. عميد عميد عميد. ايه تاني حاجه ممكن تتخبطي فيها؟ مش عارف بصراحة. طيب خلاص، عايزة اتعرف على الناس اللي هنا، عايزة اتعرف على الناس اللي هنا. استني يا نور استني، لازم ثانية واحدة وجايلكوا عشان البنت دي اجتماعية جدا جدا، لازم نوقفها. عن اذنك، هي ليه نور بقت بتتجاهلني؟ ساعة ما دخلنا تالتة ثانوي تقريبا نور ما بقتش تبصلي اصلا. حاسة ان الامور اتبدلت تقريبا، اللي انا التجاهل اللي انا كنت بتجاهلها زمان، بس عشان كنت حاسه ان يعني لسه بدري على الكلام ده، اثر فيها وما بقتش معبراني دلوقتي اعتقد. على العموم اخيرا انا هاخدت الفرصه، انا كنت مستني نخلص بس الدراسه عشان ابدا اكلمها في الموضوع ده، ويمكن اتقدم لها وكده. بس لو هي بس يعني تعبرني ولا تديني وش. عموما يعني دخولنا الجامعه فرصه كبيره قوي للموضوع ده، وانا شايف ان شاء الله هنجح، لان مش معقوله هتكون كرهتني يعني. وقدام البيت الجميل ده في حد واقف مستني بقيه اهله ينزلوا. يا ترى مين هو؟ بس الشخص ده مش هتتوقعه ايه اللي حصل له، اتغير 180 درجه. اهلا وسهلا، لو سمحت كنت عايز اسال على على الشارع اللي جاي، هو اسمه ايه؟ لو سمحت لو سمحت. خلاص مش عايزه حاجه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وايه ده، هم هي ازاي تيجي تسالني كده؟ هي مش شايفاني شيخ ولا ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله سبحان الله. هم ليه لغايه دلوقتي ما نزلوش؟ اطلع اجيبهم يعني ولا ايه؟ استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله. خلاص هنقعد نستغفر ونسبح لغايه ما هم ينزلوا. اكيد مثلا جوزي بتلبس الطرحه ولا ليلي بتلبس الطرحه ولا حاجه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
استغفر الله، سبحان الله 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 سبحان الله. يلا يا ماما يلا بابا زمانه مستنينا. يا سلام يا جوزي، ما انا اللي بقول لك كده من بدري. يلا ليلي، ايه كل التاخير ده؟ حرام عليكي. وبعدين جوزي ايه يا بابا؟ في ايه؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه يا جوزي؟ ايه يا بابا عملت ايه؟ مش انا الطقم ده عمته ايمي هي اللي جايبها لي امبارح. عمته ايمي؟ حد يلبس من ايمي حاجه؟ حد يلبس ايه ده؟ ازاي انت ولا ايه بنتي؟ ايه اللي انت لابساه ده جوزي؟ ايه يا بابا؟ في ايه يا عمر؟ وانتي كم مره كم مره كم مره كم مليون مره اقول لك توبي وتنقبي بقى؟ توبي توبي. إيه عمر عايزه ايه؟ الناس بتتفرج علينا مش هنا، يعني ممكن تبقي نتخانق، يمكن ادي في البيت. مفيش نزول اصلا لو جوسي ما غيرتش لبسها. جوسي لو سمحتي بعد اذن حضرتك، انا ابوكي لو سمحتي. اهو بصي انا هادي جدا وبطلب منك بالراحه يا جوسي لو سمحتي. ما ينفعش يا حبيبتي تبقي لابسه المنظر ده، ما ينفعش. انت مسلمه يا حبيبتي، ما ينفعش ما ينفعش. ما تلبسيش حاجه من حاجات ايمي دي اللي بتبعتها، مالناش دعوه بيها. مي مجنونه ماشي، هي هتروح النار. انت هي لازم، انت بنتي يا حبيبتي. ماشي يا جوسي. حاضر. ويا ريت تتحجبي. حاضر يا بابا، انا مش رافضه فكره الحجاب والله العظيم، هتحجب باذن الله. ماما اتحجبت اهو وكلنا هنتحجب باذن الله. حاضر، وانا كمان هتحجب معاكم. يلا يا جوسي يلا يا جوسي، بطلي هبل يلا. حاضر يا بابا. غيري تعالي. ماشي هستناكي هنا. حاضر. ما تحاول يا ماما، ما انت سكتي. اسمعي كلامه بقى. ماشي يا ماما، ما انت بتحبيه طبعا. ما هو بابا بقى. انت انا فرحانه بيك قوي يا عمر والله، اتغيرت مليون درجه، بقيت جميل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايه وانا على فكره انا ليلي. ما انا عارف انك ليلي، بس الناس هتقول عليا ايه؟ ما ينفعش اضحك لمراتي في الشارع. لا ما هو ده هبل بقى اكيد. بهزر يا ليلي بهزر. المهم شكلك جميل جدا يا ليلي بالحجاب. شكرا. انا عارف ان ده اول سنتين ليكي بالحجاب، بس برضه شكرا. فين البنت جوسي؟ راحت تغير هدومها. اه صح، بفكر اظبط دقني شويه بس. لا 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 استغفر الله استغفر الله، انا شيل دلوقتي في الجامع فمش فاهم انا يعني ايه اللي انا بقوله ده، بس كان نفسي يعني اظبطها. فاهمه فاهمه، انا مش قصدي فاهمه فاهمه. يا عمر في ايه؟ انت ما نمتش النهارده كويس ولا ايه؟ انت امبارح كنت كويس. ماشي يا حبيبتي. اهو يا بابا، ها كده حلو كده كده. قمر 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 كويس الحمد لله. يلا بينا بقى عشان نشوف هتروحوا فين دلوقتي. لو سمحت كنت بسأل على الشارع اللي جاي. هو يا جدعان مفيش حد عارف الشارع ده غيري. خلاص خلاص والله العظيم. في ايه؟ انا اسف. في ايه يا عمر؟ قلت لك مليار مره تنقبي تنقبي، لازم تتفرج عليكي. تنقبي بقى، اخلصوا على العربيه بسرعه قبل ما حد يشوفنا تاني. يلا يا جوز يلا يلا. اولادي الحلوين، ها ها، انا جبتكم مصنع مصنع مطعم مطعم مطعم، ها علي ما تخافوش، هما مش للدرجه دي. صح يا ولاد، انتوا هتسمعوا كلامنا، احنا باباكم ومامتكم هتسمعوا كلامنا، هتعرفوا عارفين يعني ايه نقعد ساكتين صح. ها الحمد لله، هما ما بيردوش معنى كده ان هما ساكتين. يلا يا علي هناكل وهنمشي على طول. ماشي يا ولاد عشان ما تشبطوش، ما تتفرجوش علينا قوم تلاقي لها الله. ماشي بسم الله. بصي ايديكم، ما انت تعملوا شقاها. بصي ايديكم بس يا حالي، مش هنا انت اللي هتنهار كده. لا انا راجل. يلا داخلين بكرامتنا لغايه دلوقتي. لا 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 بابا ماما بابا في كلب اسود بابا، بس هناك بيجي ابره بابا. بس اسكتوا، انتوا بتتفرجوا علينا بس. لا 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 بطلوا 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 بطلوا. ماما 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 ما بيشدش عليا. انت كداب، ما بيشدش عليك. بس بس اسكتوا اسكتوا ارجوكوا. في المايه تاخدها بالكنز يا ربي. ماما 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 ماما. لو سمحتوا سكتوا ولادكوا كده، ما ينفعش. في ايه؟ انت مين؟ انت مين؟ شكلك وحش. ايوه شكلك وحش يا بص، عامله زي ولاد. شكلك وحش شكلك وحش. الله كرسي. المطبخ من هنا، تعالى ندخل. انا اسفه جدا على اللي بيحصل بجد، مفيش اي سيطره عليهم. بصوا هم ولادها اصلا مش ولادي. كذاب ك...
كداب، هم اولاده اصلا. انا ما اعرفوش انت مين، ابعد عني. جوليا خلاص بجد، احنا بجد اسفين جدا على اللي بيحصل. مستحيل اقعد في مطعم وانتوا فيه. يلا يا بابا. بابا عندها حق، احنا لازم نمشي. فعلا فعلا احنا اللي جينا المطعم ده، لو سمحتم. يلا يلا يا بنتي. مين دول؟ وين اللي جابوا مين؟ ايه ده؟ فين كمان الناس اللي كانت قاعده هنا؟ بالراحه عليا. بصي انا تعبانه، انا ما بنامش حضرتك. انت بتقولي انت مسكتيهم لحظه واحده بس، ازاي تدخلوا اطلعوا انتوا واولادكم بره لو سمحتوا. المطعم ده مش الاماكن بتاعتكم. بس انا كان نفسي افسحها، ممكن طاقتهم دي تخلص. حضرتك انا هنا، هو مش حضانه هي. اتفضلي اطلعي ودي ولادك حضانه، وتعالي اتفضلي كلي، لكن انت ولادك ممنوع تدخلوا، اتفضلي اطلعي بره. يلا يا جوليا، انت جبت لنا الكلام يا جوليا. ده انا سايبه انا عرفت ليه قصدي ميلا ما جاتش. انا قعدت اقول لميلا تعالي معانا تعالي يا ماما معانا، قالت لي لا يا ماما مستحيل اجي معاكم. انا مالي بميلا ولا مش ميلا، مين ميلا دي اصلا؟ اتفضلي اطلعي بره دلوقتي حالا لو سمحتي. خلاص بالراحه عليا، اتفضلي اطلعي بره. انت شكلك كمان وحش، انت شكلك كمان وحش، انت شكلك كمان وحش. خش بقى. فرضت علينا وعملت لا لا مش عارفين نقعد في مكان عدل. من كل الله. عدولي لو سمحت. انت البنت اللي شكلها وحش. ايوه البنت اللي شكلها وحش، البنت اللي شكلها وحش. كفايه بقى، كفايه. يلا مع السلامه. سلام، اسفين جدا. ايمي امتى تيجي بقى؟ عشان ايمي لو اتاخرت اكتر من كده انا مش شايف، ومش شايف حتى بالنضاره. كل ما اعمل نضاره مش شايف بيها. صباح الخير يا استاذ محمد. مش شايفك. حضرتك اسمعني يا استاذ دكتور محمد، واقول لك على اللي حصل عشان في موضوع خطير. ما هو انا مش شايفك. اتصل لي بايمي لو سمحت يا استاذ محمد. ده مش كل شويه اتصل لي بايمي. هو ايمي عينك دي؟ ايمي عينك. قولي لو ايمي عينك قولي، عشان انا مرميش نفسي من شباك المستشفى. مش عايز انتحارات في المستشفى بتاعتي لو سمحت. واتصل لي بايمي حالا. بدل بص والله مش هرد عليك. لو سمحت اسمعني، بقولك اسمعني. انت هتسمعني، انا هقولك موقف حصل وانت حضرتك تشهد عليه بودك. مش سامع ومش شايفك. مش شايفك يا فتحي. انا اصلا مش فتحي. شفت بقى ان انا مش عارفك؟ شفت. اتاكدت. دكتور محمد حضرتك اكيد عارفني، بس حضرتك اكيد بتحب تهزر. دكتور محمد المستشفى حضرتك لازم تسويني، عشان في حاجه بخصوص المستشفى حضرتك لازم تسمعني. مش عايز ده لي ايمي، هي ايمي عيني. انا عايز ايمي لو سمحت. ايمي عيني اصلا. وانت مالك. هي ايمي عيني وانت مالك؟ مش راضي عليك غير لما تجيب لي ايمي. ايمي حضرتها جايه في الطريق. هو الموضوع كله بسبب ايمي اصلا. ماليش دعوه، مش عايز اسمعه. ما تحمسنيش عشان ما اقولكش كده كده مش هسمعه غير لما ايمي تيجي تشوفك وتقول لي انت مين. انا مش شايفك. طب ما الاسهل انا اقول لك انا مين. مش عايز اعرف منك. ولا كده مش شايف ومش سامعك اصلا. اهلا وسهلا، جيت. معلش تعطلت شويه. ايه يا ايمي انت اكيد كله حرام عليك، فرجتي عليا الناس. ليه ايه اللي حصل؟ مش شايف تاني، النضارة باظت تاني يا محمد. ده احنا لسه ما عاملين النضارة دي امبارح. حرام عليك، في ايه بقى؟ انا مش عارف بجد النضارات اللي احنا بنعملها دي بيها، ولا احنا بنروح مصنع بايظ ولا ايه؟ وريني النضارة ما فيهاش اي حاجة، بس انت اللي بقيت اعمى بجد. ربنا يسامحك، انا مش هتكلم معاكي. المهم شوفي لي الراجل ده مين وعايز ايه. نعم انت مين انت اصلا؟ انت شغال عندنا من امتى؟ انا اللي منقول المستشفى جديد اول امبارح. بقالي شهر هنا حضرتكوا. شهر وانا معرفكش؟ استنى افتكرتك. عايز ايه؟ هفتكر اسمك. عايز ايه؟ المهم في موضوع خاص لمحمد لو سمحتي، انت مالكيش دعوه بيه. نعم قصدي حضرتك هتعرفيه قبل محمد. مع محمد بس كده. محمد حفر دكتور. ايوه انا درست 9 سنين طب. انت عايز ايه؟ ما تقولي يا دكتوره بفلوس يعني لما تقولها. مش يا دكتور ودكتوره. اتفضل نور. انت بجد عايزه تدخلي المحاضره؟ ايوه عايزه اجرب اول محاضره ليا. انت عايزه ايه؟ انت بجد؟ لا بجد لا بقى بجد. وايه اللي انا انت بجد جايباني عشان كده؟ لا بقول لك انا نازله اقف مع محمد ومايا تحت. محمد ومايا نفسهم مش هيدخلوا اول محاضره دي. ماشي انا عايزه ادخلها، واحنا الاثنين مع بعض احنا مالنا بيهم يعني. انا وانت في نفس الكليه، احنا كلنا في نفس الجامعه، بس انا وانت في نفس الكليه يعني. هما كده مش معانا، مش هيبقوا معانا في نفس الفصل. اسمه ايه؟ مش مهم، مش عارف. المهم يعني المدرج، قولي المدرج وخلاص. ماشي ما علينا، هما مش معانا في نفس المدرج. بقول لك ايه، انا نازله اقف معاهم. عايزه تيجي معانا؟ تعالي. عايزه تدخلي المحاضره؟ ضحي يا دحيحه. هدخل. غبي. اه
كنت هتقعي. خلي بالك، ايه ده حد يدخل كده؟ ما تركزي انتي، ما كنتيش باصه قدامك ولا ايه؟ انتي غبيه. لا، انا كويسه، انا تمام، مفيش حاجه، عادي. انا هو بس اخويا يعني، هو في حاجه؟ مفيش حاجه، انتي اللي في حاجه. انتي بالك في ايه؟ ولا حاجه. عموما ممكن اعدي؟ اكيد، اتفضلي. بتهيالي المرة الجاية تاخدي بالك عشان شكلك متهورة قوي. ماشي، شكرا ليك. يلا تروحي اقعدي. مين ده؟ معقولة ده معانا في نفس المدرج؟ تمام ماشي، انا قلت يوسف يجي معايا، اما لقيت الموقف المعفنة دي. ايوه يا عم، لقطة من اول يوم، صح؟ واضح يعني. نايل، بالله عليك نايل، انا برضو بتاع الكلام ده. لا، امال ايه يا زياد، لم نفسك. مش مصدقة ان انا قدرت له اي حاجة من هنا ببلاش. هو فعليا مش ببلاش، فعليا يعني هو يعني في اي وقت مش ببلاش، ما تجيبيش العيد. المهم انها حاجة تجنن والله، جميلة قوي. الله، انا اروح اشرب تاني. مش حاسة ان انت شربتي كتير شوية؟ عادي عادي. طب خلاص، المرة دي هطلب هاكل هاكل، انا جعانة. الموضوع جميل قوي، انا متحمسة. عايزة اجرب بعد كده محاضرة، بس ايه يعني، حاسة انه لسه بدري على المحاضرة شوية، او انا اللي فاشلة ومش عايزة ابدأ محاضرات من اول مرة. بس ايه، انا عاجبني قوي موضوع الكانتين. كانتين، كافيتيريا او كافيه، وات ايفر. البنت دي هتجيب لنا العار في الجامعة. انا ماليش دعوة بيها عموما. ولا انا بقول لك يا يوسف، صح؟ ها، عايز ايه؟ انا ما بطمنش للبصة دي. خير بصراحة، يعني في موضوع كده كنت عايزة اكلمك فيه بصراحة، يعني بس مش عارف، بقالي فترة عايزة ابدأ معاك، بس كنت يعني مستنيين خلاص كده، فاهم؟ فاهم. طبعا ما انا عارف المواضيع اللي بتستنى فترة ديت بتبقى مصيبة. ها، حصل ايه؟ عملت ايه؟ هببت ايه؟ نيلت ايه؟ قررت ايه؟ ايه؟ ما بص، حاسس ان انا قلت دلوقتي يعني ما ينفعش، هبقى قلت بدري اوي، فحاسه ان الاحسن استنى شويه. ولا ايه؟ استنى شويه. امال بتقولي ليه ان انت عايز تقولي حاجه دلوقتي؟ طيب ما انا معرفة. خلاص خلاص، هقولك اتفضل، ربنا يستر. لو سمحت يا طنط، ناوليني واحد من الكافيه، انا بعرف اتكلم، اللي بيبقى عليه كريمة على شكل قلب. طيب يا حبيبتي، طيب خدي، عايزة من ده؟ ايوه، شكرا. هاتي بسرعة بقى بجد. الله، بقولك ايه، هاتي 2 كمان. 2 كمان يعني عايزاهم كلهم على بعض 3؟ ايوه، عايزاهم كلهم على بعض 3. بسرعة بس. ماشي، ادي خدي الاول، وادي واحد تاني، وخدي التالت اهو. ماشي، شكرا. والموضوع يعني بصراحة خلاص بقى، ما جت مش هقدر اقوله دلوقتي، بعدين بعدين. ايه ده، في حاجة ولا ايه؟ بتتكلم على حاجة من غيري؟ شكله كده كنتوا متفقين على حاجة. في حاجة؟ لا، مفيش ولا حاجة. انتي جبتي ايه؟ جبت لكم نسكافيه، كنت هجيب له نور كمان معايا، بس نور مش قاعدة. هي نور فين صحيح؟ نور فوق لوحدها. لوحدها؟ ايوه. طب ليه كنت رحت معاها؟ يعني يمكن تبقى محتاجاك مثلا ولا حاجه. يمكن إيه، ده حد يسيبك لوحدها؟ مش عارف، حسيت ان هي مش عايز تيجي. اكيد نفسها تجرب اول شعور في اول ايه، محاضره وما اعرفش ايه كده. فالمفروض ان انت تروح معاها. لو انا كنت معاكم في نفس الكليه كان زماني طبعا ما اتحركتش من المحاضره. احنا عارفين اكيد كلنا. بجد؟ هو المفروض حابب كده؟ قصدي روحي يا محمد بليز، قصدي يا يوسف. ماشي، هشرب اروح. روحي يا يوسف. حاضر حاضر. في ايه؟ على فكرة هي اختي قبل ما تكون حاجة، عارف. روحي يا يوسف. هموت واعرف هما ليه معينيني البيبي سيتر بتاعت نور، هي الكبيرة اصلا. هو انا عشان اطول منها فخلاص يعني؟ هي كبيرة لسه برضو. انا مستغربه ان انت دلوقتي عادي عادي من غير من النضاره يعني. ما هو انا شايف دلوقتي.
ليه يا عينك بتبص وبترجع يعني؟ انتي بتتريقي على ربنا يسامحك، انا مش راضي عليكي وحلقت دقنك وشكلك رجع شباب. انت ايه؟ قولي لو انت جاي تقابل حد غيري. اه فعلا فعلا، دي حقيقة، انا جاي اقابل حد غيرك معاكي، وانتي قاعدة جنبي انا جاي اقابل حد غيرك. ليلتك سودة، هو انت لسه ما كبرتيش على الحاجات دي؟ بقى هبص لمين بعدك يعني؟ صح، ايوه، وش تعالي بسرعه. علي وجوليا اخيرا، انا مش فاهمه انت اكيد ده كله عاملين ايه. الحمد لله. فين ولادكم؟ فين حسن وحسين؟ حسن وحسين اسكت خالص بدل. بص انا خلاص انا مش قد المسؤوليه، ولا انا والله يا ايمي، ولا انا بقالي يومين ما شفتكيش، وحاسه ان انا قاعده في انهيار معاهم يا ايمي. العيال دي ما ينفعش تاخديهم. انت عندك خلاص ما فيش حد، عندك نيلي كبيره ونور يوسف خلاص في الجامعه، خدي بقى خدي حسن وحسين شويه. انا تعبت من الاتنين دول بجد، بيجيبوني انهيار عصبي. ارجوك يا ايمي، ارجوك، انا ما بقتش جوليا بتاعت زمان. بس صدعتينا، الناس بتتفرج علينا فيها. جوليا اقعدي اقعدي لغايه اما ليلي تيجي. زمانها ليلي وعمر جايين دلوقتي، هيقعدوا يشتموا فينا مع عمر المجنون اللي بقى طايق في دماغك وده. بس مش مشكلة يعني، احنا اتفقنا هنستمتع. طبعا احمد ونانسي مش فاضيين كالعادة، وليسا وشريف مش فاضيين كالعادة يعني، فخلاص مرة تانية نبقى نتقابل كلنا اللي هي بعد بكرة. احنا كل يوم ويوم بنتقابل، وساعات كل يوم. بس بجد وحشوني اوي. بس يا جوليا، بس مش كده، هو ايه اللي بيحصل؟ مراتك بتنهار ليه؟ هي مش لوحدها اللي بتنهار عموما، مش لوحدها. معلش، ده انتوا ربنا يعني، ربنا يعينكم بجد اللي انتوا فيه ده، انتوا خلاص راحت منكم دماغكم خالص. معلش، شكرا شكرا، ادعي لنا انت بس. اها، هو ده بقى المكان. ماله؟ انا عارف، ايمي هي اللي مختاراه، ايمي هي اللي مختاراه صح؟ استغفر الله يا ايمي، توبي بقى يا ايمي، منك لله منك لله يا ايمي. على فكرة اختك ايه ده شوية في ايه؟ ما انا عارف انها اختي. المهم يعني، هما فين دول يعني؟ هندخل لهم جوه؟ ما اقدرش ادخل المكان جوه، بصوا عامل ازاي، ما اقدرش، في حاجات حرام. عمر يا المكان ما فيهوش حاجة حرام، ده حتى ما فيهوش اغاني. ماشي، ما انا عارف، بس افرضي في ستات جوه، اغض البصر انا عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ وافرضي اللي جوه جرسون، مين اللي يتكلم معاه، انتي ولا هو يشوفك؟ لا، هما هيبقوا يتكلموا. هما هيتكلموا ليه؟ ليه نعرض نفسنا اصلا للحاجات زي دي؟ انا قلت مش موافق على مطعم يبقى من ده، انا فاكرنا هنروح نتقابل في حته عيله، وانتوا ما رضيتوش تقولوا لي. انا عارف ليه، عشان انتوا قله الادب وما بتهتموش بايه الحرام والحلال. توبوا بقى. يا بابا في ايه يا بابا؟ ده مطعم، في ايه؟ خلاص يا حبيبة قلبي، يلا تعالي عشان خاطر جوزي بس. والله يا عمر، طب استناني. هما فين يا ترى؟ هما فين؟ هو انت متأكدة ندخل اكتر من كده؟ ايوه يعني، ما واضح ان هما مش قاعدين هنا، هما قالوا لي ان هما وصلوا. يا الله، استغفر الله، في ست، استغفر الله، 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 استغفر الله. لا، دي حيطة، دي حيطة حيطة، هنقبط في الحيطة. كويس ان هو غض البصر يعني، حاجة كويسة كده. ماما من فين اصلا؟ مش عارف، قاعدين جوه، تعالي نشوف. عذبوني انا بقى، طول ما انا رايح وجاي ورايح وجاي هقعد اغمض عيني. ما هو انا هتعمي بقى وافضل البس في الحيطة صح؟ عشان انتوا ايه؟ عشان انتوا جايبيني مكان غريب في ناس كتير جدا. دي واحدة بس اللي قاعدة بره. ماشي، ما هو زحمة زحمة، وزمان لسه في بصي طرق قد كده جوه، هما اكيد قاعدين جوه. تعالى يا عمر، يلا، في يلا يا بابا، يلا يلا. طيب عشان خاطر شوفي بس. اهلا، اخيرا ليلي، وحشتوني قوي يا ليلي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كنت اتاكيد اتاخرت قوي، بس مش مشكله، المهم ان انتوا جيتوا. اهلا، عامله ايه ليلي؟ اخيرا ليلي. يا جوليا، شكلك كل مره بيبقى متبهدل عن المره اللي قبلها. بجد ربنا يخليكي، انت كده بتخليني انهار اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ عمر. مش عايز اتكلم عن نفسي كتير بقى، بس توبوا بقى يعني، وفكروا تبقوا شيوخ انتوا كمان. كفاية، انت بتذلني انا يا عم؟ ذلتك في ايه؟ اتخروا. طيب اتخروا. السلام عليكم يا جوليا، ازيك يا ايمي؟ السلام عليكم، قصدي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حاج مراتك بقى، هتجيبوا مراتكم. معلش، يلا تعالوا
يا عم اصل يعني احنا توك ابوك اكيد احنا مش ضد الحجاب. ها عشان ايه؟ في متابعين هيفتكروا حاجه غلط. جماعه معلش بس لحظة استيعاب، أنا مش ضد الحجاب، أنا كجنة محجبة، أنا بس فكرة المسلسل ضحك، أنا ضحك بس ضحك بس just happy. تعالي يا جوز تعالي اقعدي جنبنا. عامله ايه؟ الله يا علي يا علي، بص البنات المؤدبة يا علي، مش ولادنا اللي مش متربيين. بص مايا وميلا الملايكة، مش ولادنا حسن وحسين اللي مش متربيين. اه صحيح، حسن وحسين عاملين ايه؟ حسن وحسين وحشوني قوي والله، بقالي كتير ما شفتهمش. بقالي كتير؟ نعم بقالي كتير. ايه يا ليلي؟ بقالي كتير ايه؟ احنا امبارح لسه ولا اول امبارح كنا سوا يا ليلي. اه في ايه؟ في صح 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 اهدي 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 اهدي. مالها مالها مالها؟ مالك 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 حبيبتي، مالك اهدي. انا بنهار يا امي، انا بنهار. معلش كنا بنهار، تستاهل يعني ايه؟ كلنا كنا بنهار، ما حدش فيك جرب يخلف توأم ولدين. توأم ولدين دي ما حصلتش، حرام عليكي. انا الوحيد، انت حتى عندك توأم ولد وبنت، يعني رحمة رحمة. انما انا ولدين، يعني قمة الشقاوة والشلل. صح يا علي؟ انت عايزة ايه من علي بقى؟ سيبي علي بقى في حاله، انت كل شوية يا علي يا علي يا علي يا علي. ايه ده؟ على فكرة انا لسه مسيطرة. ها؟ انا عارف ان دي لسه مسيطرة. اخيرا الدكتور الرخم ده خرج. مش هنمشي ولا ايه؟ اه جاية جاية جاية. انت هتمشي دلوقتي؟ امال هنقعد نستنى هنبات هنا يعني؟ طيب آه جاية. آه يلا. في حاجة؟ ولا في حاجة؟ انت عايزة ايه يا يوسف؟ ولا حاجة، يلا بينا. زمان الباقي مستنينا، هنروح سوا. ايه بجد؟ مش هنروح، قالوا ان احنا هنقابل اهلنا في مطعم، وهم معرفش هنتجمع كلنا في مطعم عشان اهلنا هناك. بجد؟ الله يلا. لسه معرفتش اسمه، بس مش مشكلة، كده كده احنا سوا في نفس المكان وهعرف اسمه. انا اصلا مهتمة ليه؟ انا مش عارفة. بقول لك ايه، يلا بقى، انت ناوي تبات هنا ولا ايه؟ اصل اختي قاعدة في البيت لوحدها. اه صح، وما ينفعش اسيبها وانت عارف. هما فين كل ده؟ اتأخروا ليه؟ هي مايا هناك اهي، هروح اسألها. مايا ما شفتيهمش؟ هما لسه ما نزلوش؟ لا لسه ما نزلوش، انا حتى انا مستنيهم. غريبة. جينا معلش على التأخير. حد كلم اهلنا؟ ايوه، ما انا كلمت ماما، وماما قالت لي انها هناك. الحمد لله الحمد لله ان حسن وحسين مش معاهم، الحمد لله. انا بنهار من حسن وحسين، ما حدش حاسس بحاجه، انا بقيت ام بيهم. ما هو ده تقريبا سبب جنانك في الفترة الأخيرة، بقالك 3 سنين كده من ساعة ما هما اتولدوا وانتي مجنونة. شكرا شكرا يا يوسف شكرا. يلا يا نور، اهلا مستنينا كتير، انا بحب الايام اللي بنتجمع فيها قوي. وانا كمان. يلا يلا بينا. يلا. عملت ايه يا نور في اول يوم؟ تمام، انت عملت ايه؟ كويس، اليوم كان جميل. يلا احنا بقى. إيه، ما عملتش اي حاجة؟ عملت ايه يعني؟ لا يلا عشان نلحق نمشي معاهم، اليوم كان حلو برضو عندي. اكيد اكيد، انا بس بتهيأ دلوقتي. صوت المفتاح صوت المفتاح صوت المفتاح. قمر اخيرا جيت، ايه كل التأخير ده؟ وحشتني قوي. معلش، انت عارفه بقى اول يوم جامعه وكده، وكان لازم يعني اشوف ايه الوضع، وكمان كان الطريق زحمه قوي. انت رجعتي من المدرسه بدري يعني؟ لا رجعت عادي في الوقت بتاعي. معلش والله يا قمر، انت عارفه ان انا ما بحبش اسيبك لوحدك، بس بجد بيبقى غصب عني. مش مشكله، المهم ان انت رجعت. وربنا ما مصدق ان هما نايمين، اقسم بالله عايزه ارقص من الفرحه. طب كويس يا بابا، بدي صوتك بقى يا بابا ارجوك عشان ما يصحوش. بابا بابا والله لو صحي انا ما هشيلهم تاني، انا اللي منيماهم. ماشي شكرا حبيبتي، شكرا شكرا. بابا هو انا احنا خلاص هنروح ولا هنفضل هنا؟ الحمد لله ان احنا لما بنخرج ولا هم اصلا لازقين في علي. انا مبسوطه جدا، انا فخوره ان انا ام شريره لدرجه ان هم ما بيكلمونيش. ماما اكيد يعني احنا بنحبك، بس هو بابا اللي يعني بينفذ لنا اللي احنا عايزينه. انت شريره شويه. شكرا 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 يا ميلا يا بنتي حبيبتي. طب دافعي لي قدام الناس. استغفر الله استغفر الله، بر الوالدين يا بنتي يا ميلا. حاضر، انا اسفه يا ماما. شكرا يا شيخ عمر، دي الحاجه الوحيده اللي احنا مستفيدينها منك. استغفر الله العلي العظيم يا رب، انتوا مستفيدين مني كل خير، انتوا لولايا اصلا لولايا. استغفر الله، يعني ما كنتوش عارفين يعني ايه بر الوالدين. ايوه صح،
حضرتك يا عم عمر كل مره اللي بتقولي بري الوالدين. انت بالذات يا اللي مش بتبري امك وابوكي. انا والله العظيم ما حصل. انا مستقصدك، انا عارفك. انا ما عملتش حاجه. طيب يا جماعه احنا طولنا قوي بقى وكده، المطعم هيقفل في وشنا يعني الساعه 12 بالليل. عايزين تسهروا اكتر من كده؟ الساعه 12 بالليل؟ ايوه. في ايه؟ الخروجه كانت ناقص احمد وناس بصراحه وليسا وشريف، بس دول الناس رخمه. قال ايه؟ قال ايه؟ مشغولين. المره الجايه بكره، بكره نجيبهم من قفاهم. ايوه انا عندك حق والله. ياه بجد بيوحشوني قوي. ايوه طبعا. المهم يا جماعه، ايه هنروح ولا ايه؟ يا ريت نروح، يعني مش حاسين ان الساعه 12 دي بتاعت الناس صايعه. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي. وبعدين يلا بينا يا حبايبي عشان نصحى للفجر. ولا انتوا مش هتصحوا للفجر؟ لا هنصحى للفجر يا عمر. في ايه؟ ما احنا بنصحى للفجر كل يوم. انت وطي صوتك عشان لو حسن وحسين صحيوا انا هبقيتهم معاكم ومش واخدهم البيت. ما انت اللي بتتكلم في ودنهم دلوقتي، انا ماليش دعوه كده كده. ولادك استغفر الله العلي العظيم يا رب، دول بيعملوا عكس بر الوالدين خالص خالص. ده عقوق الوالدين، حسن وحسين دول يعني سمعة سيئة لعقوق الوالدين. ما تقولش على ولادي كده لو سمحت يا عمر. طيب خلاص يا جماعة بجد، عشان انتوا كده ايه يعني بدأتوا تتجننوا خلاص، وتقريبا هي بعد الساعة 12 الدنيا بتضرب كده. عندك حق يا ماما والله بجد. عجبتكوا اول يوم جامعة انتوا كمان؟ ايوه، اصل انتوا الوحيدين اللي ما اتكلمتوش عليه. نور اتكلمت ومايا راحت وكلكم، وهما الاتنين دول رغوا، انتوا الوحيدين اللي قاعدين سكتوا كده. ما علينا، يلا يا جماعة نروح بقى. ايه رأيكم تروحوا عندنا النهاردة ونتغدى؟ لا كل واحد يروح بيته. انا مروح بيتي عن نفسي. يلا يا جوليا، قصدي استغفر الله العظيم انا اسف يا ست. يلا يا ليلي. ايوه يلا يا ليلي. قمر، قمر انت نمتي؟ شكلها نمت. نمت. كل ما بشوف العلامة اللي في وشها دي بفتكر قد ايه بابا كان قاسي معانا، برغم ان ماما دايما كانت ضعيفة جدا ما كانتش بتقدر تستحمل أي حاجة، بس برضو كانت بتدافع لنا وبتدافع لما بابا كان بيضربنا من غير سبب. بابا هو سبب العلامة اللي في وشها دي، لما مرة كان عايز يدلق عليها المية السخنة. بجد عمري ما هسامح بابا أبدا على اللي عمله فينا، وعلى اللي عمله في ماما، وعلى اللي عمله في قمر أختي. ومع ذلك حتى ماما ماتت بسببه. ماما ماتت بسببه. بعدها يا ريته حتى كان سايبنا واحنا قادرين نعيش. انا اللي بنيت كل حاجه في نفسي، انا اللي ظبطت الدنيا بنفسي. هو حرفيا لما مات قبل ماما بفتره صغيره كان سايب لنا كل حاجه متدمره، وكنت انا اللي بصرف على ماما واختي. ولما ماما تعبت جدا بعديه برضه انا اللي كنت بتحمل المسؤوليه بسببه. هو عمري ما هسامحه ابدا. مش بقدر ابص في وش قمر لما كل مره افتكره، كل مره اكرهه فيها زياده. ما علينا. البنت بتاعت النهارده اللي انا اول مره اشوفها في حياتي دي، بس حاسس بحاجه غريبه ناحيتها. يعني مش محتاجه دكتوراه، يعني احنا عارفين ايه النهايه. بس بجد يعني حاسس انها غير اي حد انا شفته قبل كده، غير اي حد انا قابلته قبل كده. بس الولد اللي معاها ده معقوله يكون خطيبها مثلا؟ يلا يلا جوسي، ويلا يا محمد. حاضر يا بابا. يلا سلام سلام. يلا يا جوسي. ماشي يا جماعة. سلام. سلام. باي. يلا يلا احنا كمان. يلا 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 قبل ما يصحى. يلا 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 يلا. باي باي. ثواني ثواني عشان هم سابوا لي الحساب صح؟ ايوه يا بابا. ايوه يا بابا. تعالوا يا كل واحد يحضر على طبقه. دي بعد شهرين من اخر احداث وقفنا عليها في الحلقه اللي فاتت. دلوقتي انتوا اكيد عارفين ده بيت مين. اكيد عرفتوا ان ده بيت احمد ونانسي، وكمان عرفتوا ان ده ادم. بس مين دي؟ دي بنت احمد ونانسي. مين دي كمان؟ بنت احمد ونانسي. ودي كمان بنت احمد ونانسي. ودي كمان بنت احمد ونانسي. ودي كمان بنت احمد ونانسي. ودي نانسي.
ده اقسم بالله انتوا عيال تاني، حمدوري بقى اقعد على البسين معاكوا، هو ايه البسين بتاعكوا ده؟ غش والله. على فكره، على فكره بابا وماما عاملين البسين ده لينا كلنا. على فكره احنا ما قلناش ان انت ما تقعدش معانا. اه الصراحه احنا قلنا انت تقعد معانا، بس انت اللي مش عايز، انت اللي بتقول ان احنا نقوم وان انت تاخده لوحدك. ما هو انتوا ما دام انتوا كلكوا قاعدين يعني انا ما بقاش ليا مكان، فهو لما المفروض ان انتوا تقوموا كلكوا عشان انا اخده شويه ساعه. ايوه معلش، يعني اشمعنى انت تاخده ساعه لوحدك؟ احنا كلنا قاعدين مع بعض اهو، احنا الخمسه، وانت ليه على راسك ريشه يعني عشان تقعد لوحدك؟ لا بس يعني هو بيبقى دوري مثلا، المفروض مثلا انا اقعد فيه شويه وبعد كده انتوا كلكم مع بعض شويه. وليه احنا كلنا شويه وانت لوحدك شويه؟ عشان انا ولد وانتوا كلكم بنات، انتوا كلكم بنات صحاب مع بعض، انا الولد الوحيد هنا اهو، انا المفروض تتعاطفوا معايا. على فكره ما تعملش نفسك ان احنا من عايرك وان احنا بنكرهك، احنا بنحبك جدا يا ادم يا كذاب. المفروض اقول اصلا ان احنا بنتخانق دلوقتي، ما اقولكش ان احنا بنحبك، بس احنا بنحبك، وان انت اللي ما بتحبش تقعد معانا. البسين واسع اهو، فين ده اللي واسع؟ انا عايزه افهم فين ده اللي واسع، فين ده اللي واسع؟ اميره انت بجد بتستهبلي، ادم انت بجد بتستعبط، اميره انت بجد بتستهبلي، ادم انت بجد بتستعبط. ماشي انا اقول لماما دلوقتي تقومكم كلكم. ادم خلاص خلاص، في ايه؟ ما تقعد معانا. اوعي اوعي يا امنيه بجد انت رخمه قوي. ايه ده؟ هو على فكره ادم، ادم خلاص خلاص هنقوم، ادم هنتاخر لك. في ايه في ايه في ايه؟ صوتكم عالي ليه؟ انتوا مش عارفين ان انا مش قادره اتحرك في الفتره دي ولا ايه؟ ماما ادم بيستهبل قوي بجد. ماما انا ما عملتش حاجه، ماما اللي بصي قاعدين يعني عايزين يقعدوا. يا ماما بجد بقى، يا ماما بقى ده دوري يا ماما، انا ما بقعدش على البسين ده خالص. ماما ماما ده كذاب. ما ايه يا ادم اللي بتقعدش على البسين؟ اذا كان احنا كلنا بنقعد على البسين دايما، انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اقعد لوحدي. يعني ايه تقعد لوحدك؟ احنا عيني متشاركه هنا يا ادم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ماما بجد متشاركه فين؟ انا ما عنديش. بصي يا ماما انا اقعد فين يا ماما؟ اقعد فين؟ انت قولي لي اقعد فين يا ماما بدل ما اعيط دلوقتي، والله العظيم اعيط. لا 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 ما تعيطش ماما، ماما ايه ما يعيطش؟ اوف انا مش عارفه انت بجد ازاي بابا بيعتبرك راجل فعلا بجد. لا لا ويقول لك ساعات ايه، احنا انا وماما هننزل نتفسح كالعاده، وبعد كده انتوا خليكوا يا اولادي هنا اهو لغايه اما نرجع معاكم، وكده كده ما تخافوش معاكم راجل في البيت. ماما صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، بجد ما تتخانقوش، اقعدوا على البسين كلكم. انا بجد بصدع من انا هنهار. احمد اصحى. نانسي 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 نانسي، عايزه ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ وسعوا انتوا مضايقين مامتكم ليه؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ احمد انا بجد تعبت من ولادك، عاملين لي دوشه في مستشفى دماغي بجد، مصدعيني قوي. بابا ما حصلش. ايه ده؟ ازاي ازاي تضايقوا مامتكم؟ ازاي؟ انتوا عارفين نانسي دي لما بتضايق مين بيتضايق؟ انا بتضايق، ومعنى ان انا بتضايق يبقى انتوا كمان لازم تبقوا متضايقين، يعني ما حدش يتضايق نانسي، اتفضلوا كلكم اتاسفوا لها. بابا انا ما عملتش حاجه، انا ما خدتش حقي حتى اتاسف يا ادم. انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسف انا اسفه كده مبسوطه؟ شكرا. العفو، ما تضايقوش ما تضايقوهاش تاني. ممكن بقى افهم ايه اللي حصل؟ بابا بابا لو سمحت انا عايزه اقعد على البسين شويه، بس هما ما بيقوموش من عليه، ما بيقوموش من عليه، وانا نفسي اقعد عليه شويه. طيب بصوا ما تزعلوش مامتكم النهارده، اتصرفوا، قسموا البسين، اعملوا قسموه على 8. تمانية ليه يا بابا؟ تمانية ليه؟ احنا بس اصلا ستة، ما انا ومامتكم ده ايه؟ بابا بهزر بهزر، يسموها على ستة. المهم ما تضايقوش نانسي النهاردة خالص خالص، ولا تضغطوا عليها ضغطة واحدة، عشان النهاردة انتوا عارفين ان نانسي ميعاد الدكتورة بتاعها، ولازم تعرف البيبي ولد ولا بنت وهي مبسوطة ومطمنة، فاهدوا عليها شوية، اهدوا عليها ماشي؟ بابا انت كل يوم بتقول كده. ولو لو اوعدكم اوعدكم لو لقيت البيبي ولد او بنت انا هفسحها خروجة جامدة جدا. طب واحنا؟ ما هي اللي حامل. ماشي واحنا ولادك يا بابا. ماشي يا ولاد هجيب لكم شوكولاته وانا جاي. عايز حاجه ان انت حبيبتي؟ لا يا حبيبي ممكن اخدهم معانا، ايه رايك؟ خلاص ما دام هي عايزاكم تاخدكم معاكم. لا يا نانسي لا 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 بجد، ايه اللي لا؟ انزل بكل ده ازاي يعني؟ احنا مزرعه حضرتك ما شاء الله. طيب ما هم ولادنا، ما انا عارف ان هم ولادنا والله، بس بجد لا اوفر. لا معلش انا اسف. احمد انت بترفض لي طلب على فكره. معلش الطلب ده لا. يلا يلا شوفوا هتفطروا ايه عشان انا جعان. يلا ماما عايزين نيجي، انتوا بس اللي بتخرجوا يا ماما. نعم
هو امبارح كنا في الملاهي، واول امبارح كنا صحيح فعلا يعني في المتحف، واول امبارح كنا في حديقة الحيوانات المائية دي، واول امبارح كنا في النادي، واول اول اه بس بجد انتوا بقى بتخرجوا اكتر. ماشي، ما احنا بنخرج الصبح، احنا بنخرج بالليل، احنا بنتعشى بره، احنا بنخرج سوا، احنا انا بابا وماما، فاهمين؟ احنا ماما وبابا اللي بنخرج كتير، اللي بنحب بعض. انتوا الاطفال اللي بتتفسحوا فسحات خروجات، قصدي تناسبكم. بس يا ماما، بس ولا نفس بابا قال كده، ما اقدرش اكلمك، اما اكسر كلمته ابدا. حاضر يا احمد، جاي احضر لك الفطار. ماما بابا حبهم ما بيقلش ليه يا ربي، ما ينفعش كده يعني، ما هم حبهم زياده قوي يعني لازم. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اسكتي، انا اطلقهم لك يعني، اسكتي. والله ما في احسن من ان انا اقعد لوحدي، انا ما بحبش اقعد معاكم اساسا بجد. احسن بقى سيبوني البسين شوية. امال صحيح يا نور، يوسف ما جاش النهاردة ليه؟ مش عارفة، اتقلت كان مصدع ولا ايه، عيان يعني تعبان فكسل يجي. يعني بس هو كويس الحمد لله. الحمد لله كويس. ومحمد ما جاش لغاية دلوقتي، مش عارفة ممكن يكون جه بس مش قاعد هنا، مش عارفة بصراحة. وانتي ما بتيش مهتمة؟ يعني هو ما فيش فرصة ان احنا قعدنا مع بعض، اعتقد لوحدينا من ساعة بقالنا كتير يعني، او اكيد في فرص، بس يعني مش عارفه انا يعني ما ادخلي في الموضوع على طول، ما جاش في دماغي اسالك عايزه ايه يعني. هو انت ما بنتيش مهتمه بمحمد ليه؟ ايوه قصدك ايه يعني؟ قصدي انه مثلا يعني انتي وانتي صغيره كنتي بتحبيه قوي يعني من الاخر، ودلوقتي ما اكنه ولا هوا لا حياه ولا من تنادي. او ما عادي يعني، كبرنا مثلا. ايوه بس يعني انت كنت بتحبيه قوي. ايوه كنت بقى. ايه ده، يعني دلوقتي مش بتحبيه؟ لا ما تفهميش غلط، اكيد بحبه، بس يعني فاهمه بقى اخويا يعني. وشي جاب كل الوان الدنيا، ايه اللي حصل؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. يعني انتوا بقيتوا دلوقتي اخوات بجد؟ اكيد مش هقول بالظبط عشان احنا مش اخوات، اخوات برضو، بس في نفس الوقت ايه يعني، خلاص بقى فاهمة، بقى ابن خالتي، ابن خالي ولا ايه بقى، خلاص يعني مش عارفة افهمك ازاي بصراحة، بس مش زي ما انت فاهمة، مش زي ما انا فاهمة. خلاص يعني مثلا نفترض يعني افتراض مش هيحصل مثلا، بس نفترض مثلا انه جاي يتقدم لك، هتعملي ايه؟ لا حرفيا مش هقدر اكلمك في الموضوع دلوقتي، لانه يعني انا رافضه فكره ان انا اصلا اتخطب او كده دلوقتي، فاهمه؟ لكن مش رافضه محمد كمحمد عموما دلوقتي، انا رافضه كله دلوقتي. طب بالنسبه لمحمد في المستقبل مثلا؟ لا بصراحه مش حابه ارد على السؤال ده. طيب هقوم اجيب حاجة تيجي معايا. خلاص خليني قاعدة، كنت عايزة اتمشى معاكي. ايه ده، اهلا، انتوا قاعدين هنا لوحدكم؟ امال فين يوسف؟ إيه يوسف ما جايش، بتقول ان هو تعبان. يا تعبان بجد؟ الف سلام عليه، تلاقيه مصدع ولا حاجة. بالظبط، ممكن. طيب اعمل ايه، اسيبهم لوحدهم يعني؟ يمكن مثلا تفتكر هي كانت بتحبه ولا لا؟ بقول لكم ايه، انا رايح اجيب حاجه، من انا عندي محاضره دلوقتي. ايوان، لقيت عندي محاضره. ماشي، بس انت كنت قاعده معايا، اما انا افتكرت ان انا ما ينفعش اتاخر عليها. باي باي. اوكي. يوسف عنده ايه؟ مش عارفه. طب اقعد، ما اتفضل. تشربي مثلا حاجة؟ تشرب حاجة؟ لا شكرا بجد، ممكن اجيب لك حاجة من الكافتيريا جنبي. لا مش عايزة شكرا. انت لو عايز حاجة الناس ممكن تجيبها. لا بجد هروح اجيب لك شوكولاتة، انا عارفة ان انت بتحبيها. ماشي، بقى اني خايف انها تصدمني، بس اعتقد ان دي الفرصة الوحيدة ان انا مثلا اقول لها، قبل ما اقول لبابا اقول لها ان انا ممكن اجي اتقدم لك وكده، عشان اعرف رد فعلها قبل ما
ما تصدم مثلا، هي اكيد هتوافق يعني، بس انا متاكد انها اكيد هتوافق، انا لسه عندي امل كبير، بس برضو لازم هي تبقى عارفه قبل ما بابا يبقى عارف، عشان يعني ما تتصدمش فجاه. لو سمحتي ياخد 2 شوكولاته وهحاسبك بعدين، انت عارفاني اكيد. عارفاك يا محمد، دي هي عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. طيب يا حبيبي يلا، انا عشان بس عارفاك. يلا سلام. انا المفروض اقول سلام الاول. صح، سلام. خلاص خلاص هتشجع واقولها لا. اهلا يا نور، كنت عايزه اكلمك في موضوع. موضوع ايه؟ في ايه؟ الاول ازيك، انت عامل ايه؟ الحمد لله. مين ده؟ ثواني انا عارفه، ده واحد في الجامعه. لا مين ده؟ مين ده؟ مين ده يا نور؟ ايه ده طنط؟ صباح الخير يا طنط، عامله ايه؟ صباح الخير يا ليسا. ايه ده، هو انت هتلاقيكي متضايقه مني ولا حاجه؟ لا بس مستغربه، يعني ايه اللي مخليكي لابسه ومتشيكه كده رايحه على فين؟ اصل انا هقولك، ما انتي عارفه ان ارسل خلاص هيتكتب، فهي قصدي قصدي هيكتب هيكتب سوري. ما انتوا عيله بتخطب كمان. فانتي عارفه وكده، فانا شريف قال لي هعدي عليكي ونروح بعد ما هو يخلص الشغل في الشركه، هيعدي عليا ونروح عند محل الفساتين وكده علشان اشتري فستان ليا. طيب ما انا عارفه، بس ما كنتش عارفه انكم هتروحوا النهارده. المهم انتي عامله ايه دلوقتي؟ تيجي بيعملك شيء قبل ما انزل ولا حاجه؟ قولي قولي ان انتي بتعايريني، بتعايريني بعد الذل اللي انا اتذلته في طول حياتي ده. طول حياتي بحاول ابعدك انتي وشريف عن بعض، وبرضه فضلتي وراه لغاية اما اتجوزتي وعملتي اللي في دماغك. ايه ده، انت خلاص الهادي دي قديمة بقى، المفروض ان احنا اصحاب دلوقتي. ما انتي بترشيني بتقولي لي بس كده علشان عارفة انه، عشان عارفة انه كامل خلاص راح، وان انا كمان بقيت عجوزة مكهنة وهروح وراه. لا والله، لا انا مش قصدي كده خالص. ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ ايه نصاب؟ ما انا عارفه. يا ليسا خلصتي ولا ايه؟ صباح الخير يا ماما. حاولت اصحيكي قبل ما انزل عشان اقولك ان انا نازل، بس انتي كنتي تعبانه. صباح الخير يا حبيبي. رايحين فين؟ رايحين نجيب هدوم عشان نحضر خطوبة ارثر وكده. ما انا عارفه، عارفه كمان ان انتوا هتسافروا. ايوه، ما انا لسه قايله لحضرتك يا تاتا، انتي مش مصدقاني برضه. لا يا حبيبتي بتاكد، مش يمكن تكونوا رايحين تتفسحوا هنا ولا هنا وبتقولي كده عشان تداري الحسد؟ حسد يا طنط؟ خلاص خلاص مش مشكله. ماما عايزه اجيب لك حاجه وانتي جايه وانا جايه ولا اي حاجه؟ لا عايزه تمام. طب خدي بالك من اللي موجودين في البيت بقى، ماشي؟ ما تقلقش يا حبيبي. خلاص عرفنا، عرفنا انه من ساعه ما كامل مات وانتوا دايما بتعاملوني بالمعامله دي. ماما انا ما عملتلكيش حاجه، اكمني يعني، ما بقتش اقدر احرك رجلي. خلاص يا ماما انا اسف، انا بحبك. امشي امشي يا شريف، روح شوف هتروح فين. مع السلامه يا ماما. ماشي، سلام يا تاني. سلام. هيا نيلي، ها تفتكري الخطه اللي انا عملتها على ماما على اساس ان انا اغيب وهي عليها محاضرات وما اعرفش ايه، هترجع علاقه نور ومحمد تاني؟ بصراحه مش عايزه اكبسك يعني، بس هي خطه ضعيفه قوي. يعني ايه خطه ضعيفه قوي؟ بتقولي ايه؟ انا فكره ان احنا تعبنا قوي قوي عشان نجيب الخطه دي. ايوه انا عارفه، بس يعني مش مجرد ان هما يقعدوا مع بعض كده هترجع علاقتهم. انت عارف ان انا وانت ومايا وجوسي وميلا كلنا زعلانين ان علاقتهم ما بقتش زي زمان وكل حاجه، بس برضو يعني مش هي دي الخطه اللي هنعرف بيها نرجعهم. طب
طب امال ايه؟ كل ما نيجي نفكر في خطه مفيش اصلا خطه راضيه تنفع. انا ولا تعبان ولا نيله، انا بس ما روحتش عشان الخطه زي ما انا قلت لك. ايوه فهمت خلاص، بس انا بصراحه يعني يا يوسف كده مش مقتنعه. طب امال عايزه ايه يا نيلي يعني؟ مش عارفه، حتى على فكره اميره بنت عم احمد وعمته نانسي وكمان كانت قالت فكره زمان وانتوا ما سمعتوهاش. ها قولي الفكره بتاعت اميره. ادم كان قالها لك قبل كده، انا مش فاكره حاجه. هو اصلا ها مال قاله ايه؟ قالوا ايه لما كنا في مره عند عمته في بيتها؟ قعدنا نتكلم انا وادم واميره، ومش فاكره امنيه كانت معانا ولا لا بصراحه، بس تهيألي لا. المهم يعني كانت قالت اميره قالت فكره كده ان احنا لو مثلا خليناهم تحصل مشكله لحد ويكون الحد التاني بس هما اللي واقف، هي دي ممكن تقرب علاقتهم اكتر. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يعني مثلا هنوقع نور في مشكله، احنا اللي نكون عاملين المشكله دي كلنا، والمشكله دي تكون كبيره جدا جدا، ويكون الوحيد اللي في المكان يقدر يحل المشكله دي يكون محمد. ما شاء الله، انت متاكده ان دي فكره اميره؟ ايوه اميره ما يطلعش منها الافكار الغبيه دي. لا بجد اميره اللي قالتها. طب واحنا نجيب ازاي مشكله تبقى مشكله كبيره لنور؟ بصراحه بقى مش عارفه، دي دوركم بقى ان انتوا تلاقوا مشكله توقع نور، او مشكله كبيره تقع فيها نور يعني. عموما مش عارف. ده صوت يوسف ده ولا محمد؟ الاتنين بقى صوتهم شبه بعض قوي. ايه ده؟ ماما اهلا اهلا يا ماما. يوسف في الكليه. يوسف انت ما رحتش الكليه ليه؟ ما عندكش محاضرات النهارده ولا ايه؟ صح، دي مش مدرسه عشان يبقى عندي كل يوم. انا مش عندي النهارده ولا محاضره. انت كداب قوي وغايب من المحاضرات. اقول لها اقسم بالله انت حر. ماما فعلا يوسف النهارده انا شفت الجدول بتاعه وطلع ان هو ما عندوش ولا محاضره النهارده، فقرر يقعد انا وهو سوا. انت ويوسف؟ طب انت ونور ماشي متعودين، انما انت ويوسف ماشي. عموما يعني يوسف. لا يا ماما، انا عارف كلمه يوسف وانت بتتنفسي كده. بالله عليكي انت عايزه انزل اجيب حاجه من تحت؟ صح. قولي لي. اصل بصراحه يعني انت عارف ان المكرونه خلصت ومفيش حد غيرك ينزل يجيبها دلوقتي. اعمل ايه؟ انزل انا يعني؟ مش قادره بصراحه. ماما بقى حرام عليكي، مين ده اللي ينزل يجيب مكرونه؟ ماما انت مش عارفه انا مين في الكليه. انزل يا اخويا، انزل. انا الام هنا. ايوه يا ماما، ما انا عارف ان حضرتك الام. امال ايه يعني؟ يلا يا يوسف يلا. انت عشان شحت وبقيت طولي، بس يعني دي مش معناه ان انت يلا يا يوسف يلا. 2 كيلو مكرونه. 2 كيلو مكرونه؟ اختار نوع نضيف بس من عند السوبر ماركت. ماشي، بس سلام سلام سلام. وانتي؟ نعم يا ماما. هي نور في الجامعه صح؟ يب. انت اللي عارفه الاخبار كلها، قولي لي بقى ايه اللي حصل يا حلو، عشان انا عارفه ان حصل حاجه وانتوا مخبيين عليا. صح، مش انا صاحبتكم؟ انا صاحبتكم. طيب يا ماما بصراحه كده يعني بنحاول نرجع علاقه نور ومحمد. بالصوره دي قلتي لي؟ بالصوره دي قلتي لي؟ ايوه. ويعني ايه ترجعوا علاقتهم؟ هما كانوا مرتبطين من ورايا اللي انت بتقوليه ده. لا مش كده. استني والله احكي لك الموضوع من الاول، اصبري بقى، ما انت عارفاه. صح، ما انا عارفه اصلا. مش ما انا عارفه ان هما كانوا يعني. ايوه ما علينا، خلاص اختصري الموضوع اللي حصل دلوقتي. بقى خايفه يوسف يقتلني. مش هتقولي لامك عشان يوسف؟ خلاص والله هقولك. اقعدي يا ماما. اهلا بيكم في مستشفى الدكتور محمد. طب يا دكتور محمد يلا بقى، هي فين الدكتوره دي؟ قدامها 10 دقايق وتيجي. 10 دقايق؟ هو انت ما عندكش نظام في المستشفى دي ابدا؟ ايه هي اللي مديانا الميعاد ان احنا نيجي النهارده اصلا عشان نعرف البيبي ولد ولا بنت؟ اقول لك على حاجه، احرق عليك ولا تزعل، البيبي بنت. ايه؟ وانت عرفت منين؟ انا متاكد. ثق فيا يا حبيبي. ما لا ما اقدرش. طب تراهني؟ اراهنك. هو ده غيب طبعا ولا يعلم الغيب الا الله، بس اتس اوكي يعني باذن الله ان شاء الله. انا متفائل ويعني انا حاسس انها بنت، عندي سنس كده بيقول لي انها بنت. بنت مين يا حبيبي؟ لا بقى يعني هو لا مش لا بقى بس يعني يعني الله اعلم. انا راضي باي حاجه بس وات ايفر يعني ما اعتقدش بنت. وليه ما تعتقدش؟ عشان كل اللي فاتوا بنات، قصدي ولاد. ما هي دي حاجه تاكد لك اصلا ان دي بنت. تايزي. السلام عليكم، اهلا، اسف على التاخير. اهلا. خير التاخير ده كله يعني؟ مش حضرتك قلت لهم الميعاد يبقى دلوقتي؟ قايل لهم الميعاد بعد نص ساعه، هم اللي جم بدري.
لا لا، هي قايله الميعاد دلوقتي. الميعاد دلوقتي. ما علينا، يعني حصل خير. المهم اتفضلوا معايا يلا عشان نعرف، انا متحمسه قوي معاكم. تقريبا احنا اللي مكسبين الدكتوره دي، هي فرحانه ليه؟ مش عارف، احنا اللي فاتحين بيتها احنا اللي فاتحين بيتها تقريبا، صح؟ طب وانا مش داخل؟ اتفضل تعالى معانا، اتفضل. ياي ايه يا دكتور، في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مال وشك؟ ايه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في الف 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 مبروك، المره دي توأم بنت وولد. بنت وولد؟ بنت وولد؟ بنت وولد ايه؟ اوكي، ما عنديش مشكله، بس احمد هيبقى عنده مشاكل اعتقد. ليه؟ عشان توأم. توأم؟ هو انا سمعت توأم ولا بتهيألي؟ بتهيألي صح؟ قولي بتهيألي. بتهيألك بتهيألك، استنى بس. اتفضلي تعالي قولي له، انتوا ارجوكي ارجوكي تعالي اتفضلي معايا. حاضر حاضر، انا اللي هاجي اقول له اهو. اتفضلي قولي له. اهلا يا استاذ احمد، اهلا. قولي له انه ولد مثلا، قولي له اني بنت واحده، قولي له انه اي حاجه. انا راضي، قصدي من مش راضي، الحمد لله خلاص، قصدي الحمد لله على طول. المهم قولي لي بقى. طيب الف مبروك يا استاذ احمد ودكتور محمد، نانسي حامل في توأم ولد وبنت. اقعد اقعد، اتفضل اقعد. شكرا. المهم بصراحه مش عارفه ابدا معاكي الموضوع ازاي. اتفضل قول في ايه. لا بقى، لا لا، اكيد اكيد اول مره اكلمها، صح؟ هو ليه يوسف ومايا ما قالوليش على الموضوع ده؟ لا اكيد يوسف مش عارف، في ما فيش حاجه، صح؟ هيا زين قولي في ايه، عايز ايه؟ ايه بقول لك ايه، ما توترنيش عشان انت شكلك اصلا وشك محمر قوي. في ايه بصراحه؟ كنت بفكر لو بعد مثلا ما نخلص دلوقتي واحنا ماشيين، يعني نروح مشوار صغير سوا. مشوار صغير سوا فين؟ مش فاهم، مش عارف لسه. ممكن نروح نقعد على اي كافيه، او نروح نقف نتمشى في اي جنينه. ايه رايك؟ ماشي، ما عنديش مشكله. بجد بجد والله. طبعا هسأل بس ماما الأول وأكيد ماما هتقولي. خلاص تمام تمام، لو كده أنا مستنيكي. ماشي، وأنا كمان هخلص حالا وجاي. خلاص يعني أنت هتمشي معايا دلوقتي؟ ما عنديش حاجة أعملها كده كده. طيب تمام، مستنيكي. لأ لأ، عشان خاطري، لأ 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 لأ. هو محمد مشي وهو بيعيط ولا انا بتهيألي؟ اكيد بتهيألي. هقوم بقى عشان اروح مع زين ده، اشوفه عايز يعمل ايه، اشوفه عايز نروح فين. معقولة يعني؟ انا دلوقتي ما اعرفش انا ساكته ليه ومتوتره ليه، انا ما اعرفش انا بعمل ايه الصراحه. يا ريتني قلت لماما خد تيجي معايا، هي ماما عارفه ان انا معايا اهو، بس يعني المفروض ماما كانت تيجي معايا، انا ما بعرفش اعمل حاجه لوحدي. ها يا نور، هتاخدي ايه يا نور؟ ها إيه انت؟ ايه ايه في ايه؟ بقول لك هتاخدي ايه. هاخد ايه؟ هاخد ايه؟ مش عارفة، قصدي هو في هنا، هو محمد كان هنا اهو، وانا بتهيألي ولا ايه؟ هو اصلا هو محمد كان بيعيط ليه؟ هو انا مش عارفة، وانا شفته كان بيجري بس ولا بيعيط، انا ما بقتش عارفة حاجة. في ايه؟ نور نور، هو كان بيعيط؟ كل حاجة باظت، كل خطط باظت، انا السبب، انا اللي ضيعت نور من ايدي. انا عارف دلوقتي، خلاص واضح ان هي مع الولد ده مبسوطه. انا فعلا كنت بحب نور، او انا بحب نور دلوقتي، بس اكيد نفسي تبقى مبسوطه، ولو هي مبسوطه مع الولد التاني اكتر مني، يبقى انا هسيبها تبقى مبسوطه احسن. تترى
اخيرا المفروض كده ان هما ايه يعني خلاص يعني مش سيبهم مع بعض اكتر من كده، ايه اكتر من كده خلاص يعني ما كده اوفر يعني اوفر، ما ينفعش تسيب اتنين اكتر من كده لوحدهم، لازم اروح ايه اعمل لهم سربرايز كده واشوف ايه الاخبار. ايه ده مش اللي هناك ده محمد قاعد لوحده؟ اوكي اكيد نور مثلا سابته لسه دلوقتي، او اتفقوا ان هم يعملوا حاجه، او مثلا عادي يعني نقاش بسيط وخلصوا كل واحد عنده محاضره مثلا. اوكي هشوف. محمد اهلا وسهلا، ايه في انت بتعيط ولا ايه؟ محمد الو. اهلا يا مويا، اسف ما خدتش بالي منك. اهلا في ايه؟ في نور مايا، انا عارف ان دي كانت خطة منك انت ويوسف، ويمكن نيللي معاكم، ويمكن العيلة كلها معاكم في الخطة، انا عارف. ايه قصدي ايه انت عرفت ازاي؟ قصدي ولا حاجة، دي مش خطة اساسا. ايه اللي انت بتقوله ده مايا؟ الموضوع واضح عموما حتى لو مش خطة يعني. مايا ايه مايا ايه سيبوا نور براحتها مع اللي هي عايزاه. نور مبسوطة مع زين تقريبا، اسمه زين. المهم نور مبسوطة معاه، سيبوه. ايه what are you talking about؟ خلاص مش مهم. عايز حاجة؟ لا باي باي. ماشي ماشي انا همشي دلوقتي. هتروح؟ هروح. اوكي باي. ما تعرفش طب نور فين يعني؟ خرجت مع زين. يلا سلام. خرجت مع زين؟ لا 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 بتهزري. اللي انتي بتقولي ده يا مايا اكيد بتهزري. تخرج مع مين؟ ما اعرفش ازاي. ثواني نيللي، ماما من شويه كانت بتكلم نور وقالت لها اخرجي. ويت بجد؟ ايوه ماشي. شوفي هتخرجي فين يا نور بس ما تتاخريش. ماشي باي. هي بتكلم مين دي؟ نور شكلها خارجه مع محمد مثلا. افتكر خطتنا نجحت. مايا اكيد هتقول لنا. يلا يا مايا بقى يلا. هو احنا كده هنجيب فستان ليا انا وانتي بس صح؟ قصدي يعني طقم ليا وطقم ليكي صح؟ يا اعتقد يعني اي ثينك يس. طيب كويس قوي، بس ثواني ها هو احنا هنجيب لحد من الولاد اطفال يعني؟ لا انا عندي فكره احلى. ها احنا هنروح احنا انا وانت بس هنسافر وهنسيب الاولاد كلهم مع مامتك. اوكي لو ان ده اللي انت شايفاه تمام. ايوه بتلني يا لقي. ماشي عشان هما عندك حق فعلا يعني صعب يجوا معانا. لا ايوه عشان كده لازم يقعدوا هنا. طب ايه رايك في الاكل؟ جميل بصراحه المكان، حتى المحل ده جميل قوي يعني. عجبك؟ ايوه. طيب نور بصراحه كنت يعني عايزه اكلمك في موضوع صغير شويه، او يعني هو مهم بالنسبه لي بس يعني يمكن بالنسبه لك يبقى مش مهم قوي، او يمكن يعني بصي انا مش عارفه انا متوتر ليه صدقيني. بس اتفضل. طب في ايه؟ خير؟ اول مره اشوفك متوتر كده يا زين. هو فعلا اول مره يعني. بس طيب بصي انا مش عارفه صراحه يعني رايك هيكون ايه، بس يعني بس انا ما اعرفش رايها فيا ايه. يمكن انا بالنسبه لها هكون انسان سيء جدا. حتى انا هي ما كملناش سنه مع بعض، بس بجد يا عمر انا متعلق بيها قوي، وانا عارفه ان انت الوحيده اللي تقدري تسمعيني، واعتقد انت كمان عارفه ان انا ماليش حد غيرك. بص يمكن اكيد انا مش حاسه بشعورك لسه، بس عموما جرب تقولها. يمكن يعني مين عارف، انت ما تعرفش هي مين اصلا، ما تعرفش يعني هي ايه احساسها او كده ناحيتك. وما دام هي بتكلمك يمكن انت مش انسان وحش بالنسبه لها. بس اكتر من شخص كان بيقول لي زمان
ان انا انسان سيء وعمري ما هتحب في حياتي. مين الاشخاص بالله عليك يا زين؟ مين اصدق، بابا ولا عيله بابا؟ ها انت عارف ان احنا من بعد ما ماما ماتت واحنا كنا طول الوقت عند عيله بابا وبابا، احنا كنا اصلا عايشين معاهم. هو انت عارف الظروف اللي حصلت لنا زمان؟ يعني انت اصلا عارف انه مفيش حد كان بيقابلنا غيرهم. عندك حق يا قمر، بس اقول لك على حاجه، انا بشجعك، انا حاسه ان البنت دي كويسه، فدرب وكده كده مش هتكسر حاجه. زين، قمر عندها حق، انا لازم اجرب. نور بصراحه انا كنت عايز يعني لو مثلا بصي من الاخر، لو جيت اتقدمت لك على طول هتوافقي؟ ايه قولي لي ايه رايك، ولا قلتي ايه؟ بصي يا زين، يعني خلينا في الموضوع دلوقتي، انه علي محاضرات كتير قوي بكره عارف، وكمان عندي امتحان فجأة كده. الدكتوره قالت انه لازم نور تمتحن. بجد؟ ايوه. عن اذنك بقى عشان الوقت اتاخر ولازم اروح دلوقتي. ايه ده بسرعه كده هتسيبيني؟ يلا باي. ماشي. طب انتي ما اكلتيش حتى؟ معلش معلش، المره الجايه عشان مش مستعجله بقى، وماما عايزاني في البيت. يلا، عايز حاجه؟ لا. انتي عايزه حاجه؟ لا لا، شكرا شكرا. متأكدة مش عايزة حاجة؟ لا لا شكرا. طيب، تقريبا انا فهمت ردها ايه، وصل ردها. ايوه يا واد يا عمر، الناس كلها في الشارع بتقولك ان دقنك كبيرة قوي، لازم لازم نقصرها شوية. ايوه، عشان هي يعني خلاص بقت، ما بقتش دقن عادية، لا هي بقت مزرعة حرفيا. انا حاسس ان انا لو هبدأ احلق كده الاقي في فرين بتقع. ماشي، فعشان هي حتى انا مش بصرحها، فلازم اهتم بيها شوية واهتم بمنظري، عشان برضو ما ينفعش ابقى كده يعني. فهنشيل الدقن شوية، نشغل كده مكنة الحلاقة. ايوة، ونبدأ بقى ايه، نخففها، بس مش هنحلقها خالص طبعا. لا 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 لا، عشان هي سنة فلازم ايه، ما نخففهاش قوي. ايوه، احنا بس هنظبط منظرها. ايوه، من هنا كده شوية وفوق كده شوية. ثانية ثانية، في حتة هنا برضو نشيلها كده اهو. ايوه ايوه، بس كده تحفة كده، خلاص بقت مظبوطة. وفي نفس الوقت عندي ده، نشيل بقى المكنة دي هنا اهو كده شكلي، وما اطلع اخد رأي العيال. فين ليلي اصلا؟ يا ليلي، خلاص هقول لك على حاجه، انت قول لبابا على طول، وهو بابا يعني ممكن لما يروح وكده وهي تشوفك فعلا جاي تتقدم ومش بتقول كلامه خلاص، يمكن ترضى. بس انت برضو ما تعرفش هي راحت مع زين فين، زي ما انت بتقول يعني احتمال ما تكونش راحت في حته، يمكن هي تكون قالت له مثلا روحني او حاجه، انت ما كنتش قاعد معاهم، فاهم؟ ماشي، بس يعني من امتى وهي بتخرج مع حد؟ اكيد يعني عشان كده انت، انا بقولك اهو، يعني ممكن يكون فعلا زي ما انا بقولك، هي راحت مثلا تقول لزين وصلني يا زين البيت عشان معلش ماما عايزاني او كده، فاهم؟ فانت احسن حاجه ان انت تقول لماما وبابا ان انت تروح تتقدم، وتقدم لها على طول، كده كده انتوا لسه في اولى جامعه يعني، فممكن بس تتخطبوا ولسه بقى كتير قوي قوي على الفرح، فاهمين؟ اكيد يعني هتكملوا الدراسه الاول انتوا الاثنين. عندك حق يا جوسي، بس بصراحه مش عارف. ليلي، بنت يا ليلي، ليلي، ايه ده ايه ده، مالكوا يا ولاد؟ فين مالك يا محمد؟ بابا اهلا. صباح الخير يا بابا، قصدي مساء الخير، قصدي كل سنه وانت طيب. ايه يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اللي انت لابساه ده يا بابا؟ انا في البيت بقى يا بابا. ماشي، بس برضو يعني بلاش كده منظرك، بصي عامل ازاي، بطنك باينه، بس مش مشكلة مش مشكلة، انت في البيت. المهم، مالك يا محمد، مالك وشك كان متضايق، ايه في حاجة؟ لا يا بابا انا تمام اهو. ما تكذبش عليا يا واد، انا عارفك شكلك واضح بجد جدا. انت قلت لامك طيب ولا ايش معنى؟ انا يعني ما انت اكيد قلت ليه ليلي. بابا بصراحة كده في
حاجة عايزة اقولها لك، انا مش عارفة انت هتتقبلها ولا لا، بس هي الصراحة يعني اتفضل. بص بابا والله يعني انا مش عايزة ابقى انسان وحش، فانا هقول لك انسان وحش. اتفضل. العلاقة بصراحة يعني انا بحب نور. مين نور؟ نور واحدة معاك في الجامعة يعني؟ ايوه ماشي، اللي هي بنت عمته. نور بنت ايمي؟ ايوه نور بنت ايمي؟ ايوه. في ايه يا بابا؟ في ايه؟ هو الموضوع زعلك؟ ماشي مستغرب يعني من امتى وانتوا بتحبوا بعض؟ ايه في ايه؟ ولا حاجة، اسكتي يا غبي. ماشي المهم يا بابا يعني من ويعني وهي كمان كانت بتحبه. حلو، ده في قصص حب من ورايا. حلو حلو. فانا يا بابا بقى عشان انا مش عايزه ابقى انسان وحش. ايوه هتكره. اكرهها ليه؟ مش عارف، انا بشوفك وتقول ايه. لا لا مش هكرهها. امال ايه؟ انا عايز يعني اتقدم لها وكده. وايه رايك؟ عايز تقدم لها؟ تقدم لها؟ ايوه تتقدم لنور. ايوه بنت ايمي. ايوه انت متاكد؟ ايوه يا بابا. في ايه؟ انا عارف انها ممكن ما بتحبنيش بس مش الدرجات دي. لا 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 مش حكايه كده، انا مستغرب بس ان الفكره دي جت في دماغك يعني من امتى؟ بصراحه يعني من ساعه ما بدانا الجامعه وكده وانا كنت بفكر ان انا اروح اتقدم لها، بس كنت مستني رايها، وواضح ان انا مش هحاول اعرف رايها غير لما اكيد اني اروح لها وكده كمان. تمام. طب ايه يا بابا رايك؟ سيبني نتكلم في الموضوع ده انا وليلي ونشوف الموضوع ونرد عليك. بجد؟ ايوه يعني حضرتك ممكن تكون موافق؟ تقدر تقول ان انا موافق شويه بس لسه الاول اشوف راي ليلي يعني وكده. ماشي تمام. فين ليلي بقى؟ ماما كانت في الاوضه. كويس، بقى لي ساعه بدور عليها، محدش قال لي حاجه غير لما كنت انت عايز حاجه. يا بتوع مصلحتكم. ايه ده؟ بابا حضرتك ما سالتنيش عليها. خلاص اسكت يا محمد اسكت. ليلي بابا حضرتك غيرت. انت لسه فاكر ان انا هديك بالجزمه؟ لا 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 بابا خدت بالي من ساعه ما جيت، بس كنت عايزه اقول لك على الموضوع الاول يعني. شكلها كده احلى. شكلك حلو قوي يا بابا في كل الاحوال. بجد حبيبتي 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 حبيبتي. ايوه عندها حق. طيب ما علينا، روح انا بقى ليلي ويا ريت تناموا بدري. طيب يا بابا. طيب ليلي ايه؟ ها تفتكري ماما ممكن توافق؟ ان شاء الله هتوافق، انا متفائله جدا. طيب ايوه يعني البنت دي قالت ايه في الاخر؟ بصراحه انا لسه معرفش ردها يا قمر، انا لسه معرفش. طيب امال في ايه؟ انت من ده ليه من ساعه ما جيت؟ بصي انا مش عارف، هي قالت لي ان هي فجاه كده كنا قاعدين بنتكلم، اول ما اتكلمتها في الموضوع ده زي ما انت قلتي لي وافتكرت تشجيعك ليا راحت مشيت. انا مش عارف بقى هي كده قصدها ايه. ماشي، ما يمكن هي اتكسفت بس وهتفكر وهترد عليك. ما هي اكيد برضه لازم تفكر وتاخد راي اهلها. ماشي، ما انا ما قلتش لا، بس يعني كانت تقول لي ماشي او كده يعني. ما انا لازم برضو، انا ما اعرفش هي ساكنه فين، هروح اتقدم لها ازاي؟ خلاص كلم اخوها. انت مش قلت انها عندها اخ توام؟ هو انا عارف ان عندها اخ توام بس لازم اخد رايها هي الاول، انت فاهمه؟ فاهمه فاهمه. ما انا اللي مشجعاك على الموضوع، عارف ان انت بتحبها. ايوه بصراحه يعني انا ما كنتش بحبها في الاول بس انا فجاه كده. ايوه ايوه ما انا عارفه. المهم اسمع، انت ولد كويس زي ما انا قلت لك قبل كده، ومستحيل مستحيل مستحيل ترفضك. شوف اسال، تعرف تجيب عنوانها ازاي؟ وانا تقريبا يعني لمحت عنوانها، لمحته بس انا مش متاكد هو ولا لا. طيب وهتتاكد ازاي؟ استنى انا معايا رقم يوسف، هروح اكلمه. طيب كلم، معاك رقم يوسف كل دوت ومش عايز تكلمه؟ استني فين موبايلي؟ اهو هنكلم يوسف هسأله على العنوان، ولو لما يقول لي
هروح اتقدم لها على طول بما انها هي سكتت زي ما انت قلتي. يبقى ممكن. ايوه ساعات السكوت بيبقى علامه الرضا. تعالى اقعد كده يا هبل، يعني اللي مش عارف تعمل حاجه. يلا كلمها. ماشي كلمه قصدي. ماشي ماشي فاهم. ايوه يوسف اخو نور. الو. على فكرة عادي، أنا لما بقى في سنك هبقى أطول منك بكتير. المهم إن أنا طولت. أنت مستفزة أوي نور. على فكرة صح. المهم أنا كنت جاية عشان أقول لك حاجة. ما هو بعتني أقول لك حاجة بس أنا نسيت إيه هي بصراحة. هي لا نسيت بجد. أنتوا بقالكوا ساعة بتعملوا إيه؟ نيللي ماما قالت لك تروحي تقولي لنور إيه؟ مش فاكرة. ماما قالت لك تروحي تقولي لنور هي لبست ولا لا. نور انت لسه ما لبستيش؟ البس البس ليه؟ تلبسي ليه؟ نعم نعم. ايه في ايه حضرتك؟ انت مش عارفه ان في ضيوف جايين؟ ضيوف جايين؟ مين الضيوف؟ روحي البسي روحي البسي يا طويله اللي طولتي. على فكره نفسك جبتي حاجه. روحي البسي. هو انتوا بتعايدينه كلكم عشان طولت؟ على فكره انتوا بس غيرانين غيرانين. طب روحي روحي البسي بقى. يلا يا نور انت لسه ما لبستيش ليه؟ هو ده انت هو ده لما هو افتكرت ماما كانت عايزاني اقول لك ايه. كانت ماما عايزاني اقول لك كده بجد. ايوه طيب وسعي وسعي نروح البس. هي عارفه مين الضيوف؟ قلت لها انا كنت ناسي اصلا جايه اقول لها ايه. انت عايز تقول لي ان انا كنت فاكره مين اقول لها مين اللي جايين ونوانسه اقول لها تلبس؟ انت بتقولي ايه؟ مش عارفه بتاع ده انا بحبه قوي. يا ربي يا نيلي. يوسف انت ممل. نيلي انت هبلة. شكرا. عمو لسه في العربية لسه منزلش ليه؟ الحمد لله ان هو رد يجي اصلا يا قمر. انت شفتي انا اتذلت قد ايه عشان يرضى يجي. جه اصلا بصعوبة قوي. ايوه ايوه انا شفت. بس هو لسه منزلش من العربية ليه؟ هو فاكرنا ما وصلناش ولا ما شفناش واحنا نازلين؟ مش عارف. اهو اهو نزل اخيرا. اسمع يا زين، اللي فات كلكم واللي جاي كلكم تاني، مفهوم؟ انا جيت عشان انت اتفقت معايا على اتفاق، وعلشان انت عارف يا زين ان امك بس هي اللي كانت موصياني ان انا ابقى مشرف على جوازك، وطبعا ابوك كان موافق. يعني ده لو كان مهتم بيك اصلا. انت عارف ان ابوك ما كانش بيهتم بيك. ما تزعلش ما تزعلش بطل. المهم ما فيش حاجه ببلاش. انت عارف ان ما فيش اي حاجه في الدنيا دي ببلاش. يعني انا لو حتى بس جيت كده عملت لك كده في شعرك مش ببلاش يا حبيبي، فاهم؟ يعني كل حاجه ليها تمنها، وانت عارف ان انا ما بقبلش بتمن الفلوس في اوقات كتير قوي. خلاص يا عم احنا اتفقنا على حاجه صح؟ اتفقنا بقى ما اتفقناش انا ما يهمنيش. المهم ان انت ما تنساش. لا لا ما تقلقش. يلا فين بيت البنت دي؟ هو في الشارع اللي جاي. في الشارع اللي جاي؟ مش في الشارع يعني، هو في البيت اهو. طيب يلا يلا يا ولاد. يلا يا قمر يلا. يوسف انت لسه مش هتقول لنا برضو مين اللي جاي؟ هتقول لنا يا عم فيه ايه كل شويه ضيف 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 وهتشوفه وهتشوفه. ماما انا عارف بقى بجد. يوسف ما تبقاش ليك مقول. اصبري يا نيلي انت كمان. بابا نفسه بابا نفسه عارف. انت عارف؟ انا عارف. انت عارف؟ انا عارف. انت عارف؟ ايوه عارف. وساكت. طب ما تقول لي. لا ما انا يوسف قال لي ما تقولش لحد. هو يوسف اكيد مش هيقول لحد خالص يعني، فلازم يقول لي، لازم ابقى عارف مين اللي جاي. ويعني بصراحه انا مش مقتنعه قوي، بس ما دام يوسف عنده قال ان هو عنده خطه وما اعرفش ايه، فاتفضل يا يوسف. انا مش عارف حتى الخطه ليه. خطه لايه؟ هتعرفي بقى ما تتنيلي. ما تقولي يا يوسف خطه لايه. يا جماعه انا عارف مين جاي وعارف رد فعل نور ايه. نور؟ انت جبت عريس لنور؟ في ايه؟ ايه ده؟ حاجه دخلت في زوري. ايه يا ماما في ايه بتزغرتي ليه؟ انت مش بتزغرتي، انت بتسرسعي. في ايه؟ هو عريس النور؟ اه صح. ايه انت بتقولوا ايه؟ مبروك يا فرستي.
ايه يا ماما في ايه؟ ايمي بطلي تزغرطي، انت ما بتعرفيش. حبيبة قلبي العروسة، مين يا مع يا يوسف العريس؟ انا فيلا بقى، ها كويس مقبولة شوية، مش شكلها هتبقى عروسة كويسة ليك يا زين، بما اني المشرف عليك. ومش ببلاش، ها مش ببلاش، مفيش حاجة ببلاش. عارف والله انا عارف، مش حضرتك انا اتفقت معاك على اتفاق خلاص. ايه مش انت بتعامل عمك كده؟ والله لو ابوك كان عايش كان زمانه ظبطك. انت فعلا لولا ان ابوك مات وما كانش بيظبطك جدا، هو ده سبب ان انت فاسد. يا فاسد يا فاسد، خلاص يا عم، وما انت فاسده زيه. المهم انا مش هتخانق معاكم دلوقتي عشان احنا قدام الناس، هتخانق معاكم بعدين لما نبقى نروح ولا حاجه. المهم هنخبط دلوقتي. بس يا ايمي الناس بتخبط، اسكتي يا ايمي اسكتي، هروح افتح. اقعدوا بقى ساكتين، اقعدوا. تعالي يا ايمي معايا. محمد قولي بقى، محمد قولي هو عريس لنور صح؟ محمد قولي يا محمد هو عريس لنور عشان اتزغرط تاني. لا ما تزغرطيش تاني، ما تزغرطيش تاني، عشان بجد انت ما بتعرفيش تزغرطي، ولو الناس دخلت وانت زغرطتي هيقولوا علينا فلاحين ما بنعرفش نزغرط وانت ما بتعرفيش تزغرطي. فاسكتي اسكتي يا ماما اسكتي. انت بتزعق لي؟ اسكتي. هما ما بيفتحوش ليه؟ انا عايزه افهم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ايه ده، مين دول؟ مين دول يا محمد؟ استني بقى. اتفضلوا، اهلا بيكم. اهلا، اتشرفت بمعرفتك. هو احنا اتحبسنا في المطبخ ليه؟ عايز اشوف مين الناس اللي جت. انا كمان. استنوا بقى استنوا. طب روحي يا نيلي، روحي انت، تعالى كده روحي يا نيلي شوفي مين اللي موجود وتعالي. اوكي انا هروح. لا انا هروح. يا الله، اهلا وسهلا يا محمد، اتشرفت بمعرفتك. انا بقى مازن السويدي. وانا زين. انا قمر اخت زين. وانا عم زين، يعني اخو ابوه. لو مش فاهم يعني. اهلا، احنا هنكون في الموضوع على طول. ابن اخويا زين هو جاي يطلب ايد بنتك، بنت حضرتك يعني نور. هو ده الموضوع على طول. بابا قصدي عم ما بيتعملش الموضوع، ما اعرفش ازاي بس مش كده قطر. نور. ايوه، ما يوسف زي ما يوسف قال. بس فكنا الاول عايزين ناخد رأيها يعني كده، وهي تيجي طبعا تقعد مع الاستاذ يعني عشان يتكلموا شويه ويتعرفوا يعني. بابا قصدي عمو، انا عارفه انت عمال تقول لبابا ليه في ايه، مش عارف انا متوتر قوي. وعيلتها حتى نظيفه يعني، شفتي انا قلت لك ذوقك حلو يا واد. بس هو انت هتعامليه زي ماما؟ هو انا امك برضه يعني، بس يا امك بس. مين ده؟ مين ده؟ عارف عارف نور ازاي؟ لا يكون ده زين، ده نفس المواصفات اللي نور قالت لي عليه قبل كده. منك لله يوسف، هي دي الخطة، هي دي الخطة. انت غبي اوي يا يوسف. انا هروح عند، انا هروح اهزقه دلوقتي حالا. في ايه؟ انا عايزة يوسف ثانية واحدة. في ايه؟ طيب ايه؟ انت هتاكليني ولا ايه؟ في ايه بالراحة؟ هو في ايه؟ انا بقيت هبلة في الزفة كده ليه؟ يوسف مين ده يا يوسف؟ ايه ده زين؟ زين؟ ايوه زين. والزين عايز ايه يا يوسف؟ عايز يتقدم لنور كمان. انت عارف؟ ايوه عارف. وهي دي الخطة يا فاسد، يا فاسد هي دي الخطة. قلنا الخطة ان احنا نرجع نور، ومحمد بقول لسه هتجيب حد يتقدم لنور. اسكتي بقى، انا عارفة انا بعمل ايه. زين اتصل بيا وكلمني وقال لي ان نور كانت خرجت معاه، وان هو كلمها في الموضوع دوت، ونور مشيت تسلمته. معنى كده ان لو هو جه نور هترفضه، فيبعد عنها خالص نهائيا، ومحمد يقرب من نور واو يعني يرجع علاقتهم وخلاص. تتا فكرة غبية جدا. ايه محمد عايزة ايه؟ هو انت مش حاسس ان انت من ساعة ما كلمت بابا عن الموضوع ده ما ردش عليك؟ لا هو في رد بس انا كنسلت. ايه؟ زي ما سمعتي، انا قلت بابا يلغي الفكرة من دماغه. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ في ايه بصراحة؟
انا حاسس ان انا استسلمت، اصله كمان من شويه انا كنت قدام البيت كده بعدي عادي يعني، كان بالصدفه شفت عربيه زين وعربيه كمان تقريبا بابا ولا ما اعرفش مين ده. المهم شكلهم كانوا طالعين عند نور، لاني اول مره اشوفهم في المنطقه دي، واصلا من قبلها بيوم اول امبارح كده قلت لبابا انه خلاص يطلع الموضوع من دماغه وانه ما يكلمش ماما عليه لانه خلاص مالهاش لازمه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي يعني انت دلوقتي كرهت نور؟ لا 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 اكيد لا يعني، بس خلاص يعني تقدري تقولي طلعت فكرة ان انا اتقدم لها او كده، او ان احنا نتخطب او الموضوع ده كله من دماغي. ازاي يعني؟ علشان خلاص واضح انها بالنسبة لها كان حب طفولة، وفي نفس الوقت واضح بالنسبة لي من ناحيتي انا ان هو حب من ناحية واحدة. قبل يومين يا زين، ها هو انت بعد ما خدت العنوان من يوسف حصل اي تطورات ولا اي حاجه، ولا كلمت حد ولا عملت حاجه؟ اصل احنا اكيد مش هنروح لوحدنا يعني، اكيد مش هتروح تتقدم لها لوحدك. ايوه ما انا عارف. امال ايه؟ كلمت عمه. عمه؟ ايوه عمنا يعني. ايه يا بنتي ازاي؟ عمه مين بالظبط؟ عمه مازن. هو عمو مازن احسن واحد في العيلة، وهو لما كان بابا بعد ما مات، بعد ما كان بيضربنا وكده، هو اللي كان يعني اقل واحد ضرب فينا واقل واحد كان بيعملنا وحش، بس برضه هو لسه من نفس العيلة. وبرضه هو ايوه يعني كان فعلا مرة او مرتين نقص ماما لما بابا كان بيضربها، وكان بيحل شوية مشاكل وشوية حاجات بسيطة، بس برضه هو كان بيعمل حاجات كتيرة وحشة، بس برضه كان بيعمل حاجات كتيرة كويس. ايوه يعني احنا مش عارفين الراجل ده طيب ولا الشرير. بالظبط احنا مش عارفين الراجل ده طيب ولا الشرير. هو اصلا الوحيد اللي يقدر يجي معايا في موضوع زي ده، انت عارفه كده يا قمر، هو الوحيد اللي يقدر يساعدني. بس انت متاكد ان عمو مازن هو الوحيد اللي ممكن يجي فعلا؟ مفيش اي حد تاني انت عارف؟ ايوه من غير ما تكملي، هو ده الحل الوحيد، يا اما ده يا اما مش هروح لها خالص. ايه رايك؟ لا 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 خلاص خلاص خلينا نروح لها. حلو جدا. شفتي؟ هاي ايه رأيكم يا جماعة؟ قلتوا ايه؟ ثانية واحدة، هنروح نجيب نور ونيجي حالا. مبروك يا زين. بطلي يا ايمي، هي على فكرة هي بتعرف تزغرط، بس هي بس يعني عشان متحمسة جدا. مفيش مشكلة مفيش مشكلة. عندك كام سنة؟ انا؟ ايوه انت عندي 20 كويس. نور عندها 19 يعني، فتمام. نور ماما بالراحة بالراحة عشان الناس برا هتسمعي. عملتوا ايه برا؟ هاي ماما ايه اللي حصل؟ نور لازم تيجي تشوف العريس. عريس ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ معلش فيه ايه فيه ايه؟ لا انتوا مقرطصيني. عريس مين؟ مين قالكم ان انا عايزة اتجوز اصلا؟ تعالي بس، ده حد هتحبيه اوي، انت قلتيلي عليه قبل كده. يوسف اسكتي اسكتي، انا عارف اللي هيحصل. يوسف اسكتي، تعالي تعالي. ماما انت في ايه؟ تعالي ماما سيبيني، مش هقدر اخرج عند حد غير لما اعرف هو مين. ما تتفقوش انتوا الخمسه عليا ولا انتوا الاربعه. تعالي تعالي بس، حد هتحبيه قوي اما اعرف مين. زين 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 زين. ايوه زين. مين قال لكم تجيبوا زين هنا اصلا؟ وهو جاي ليه؟ تعالي بس تعالي تعالي يا ماما بقى تعالي. ايه ده زين فعلا، زين اللي معايا، ودي اخته اكيد اللي قال لي عليها، وده بابا. لا مش عارف مين ده، هو قال لي ان بابا مات ولا مش فاكره. ايوه هو قال لي ان بابا مات، بس ما حكاليش ان هو مين ده، يمكن جوز مامته، بس برضه مامته ماتت. اهلا يا نور. اهلا يا عروسه، ازيك عامله؟ بابا بابا بابا. ايه عايز ايه يا ادم؟ في ايه؟ فين ماما؟ مامتك انت؟ مامتي انا برضو يعني، قصدي ماما يعني ماما انا نانسي يعني مامتي. ايوه نانسي، بعدين ازاي تقول اسمها كده؟ اسمها ماما بس بالنسبه لك. ادم فين نانسي؟ بابا يا ماما قاعده جوه، قاعده جوه. طب عدي، تعبت ولا حاجه النهارده؟ لا لا ماما كويسه قوي كويسه قوي ما شاء الله. فين اخواتك؟
نزلوا يجيبوا حاجات، ماما بعتتهم يجيبوا حاجات للبيبي علشان ما اعرفش ايه وكده، وبما انهم توأم ولد وبنت ف راحوا يجيبوا لهم حاجات. كويس اوي. فين هي؟ جوه قاعده في الاوضه. ماشي تعالى. ليه بيحصل كده دايما؟ ليه؟ ايه ده؟ دي نانسي بتعيط، انت متاكد انها كويسه؟ ايوه يا بابا في ايه، هي كويسه؟ امال ايه بتعيط ليه؟ ايه اللي حصل؟ اوعى اوعى، دي بس بتتفرج على الانمي يا بابا. نانسي نانسي حبيبتي انت كويسه؟ انت كويسه يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ كل حاجه كويسه؟ ايوه كل حاجه كويسه. امال ايه في ايه؟ مالك؟ البطل تاني مات، كل ما احب حد في الانمي والاقيه كيوت يموت. معلش انا هتواصل مع الشركة تخليهم كلهم يرجعوا للحياة تاني عادي، هقول لهم ان دي كانت غلطة مطبعية، وان هو لا هو اتقتل ازاي دوت، ولا مات ازاي، ويعمل فوق الجبل من فوق خالص، في حد زقه عادي. انا هقول لهم ان هو بعد ما اتزق من فوق الجبل خالص يبقى في تحت مرتبة كبيرة قوي لحقت البطل. ما تخافيش كل حاجة كويسة. بابا انا عربيتي اتكسرت امبارح، معلش هجيب لك واحدة تانية. المهم يعني انت ما تزعليش. وليه بابا بيعامل ماما احسن من اللي بيعاملنا؟ حاجة تفرح المفروض، بس ماشي. انت كويسة دلوقتي يا تيتي؟ ما تشيليش حاجات كتيرة، وكفاية انا بقى عشان بجد نفسيتك باظت قوي. كفاية كفاية كفاية. بصي جبت لك ايه كده، بصي كده، تادا. ايه ده؟ تعالي 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 خليكي قاعدة هنا. بصي كده جبت لك ايه، تادا، الكيكة اللي انتي بتحبيها. جبت واحدة ليا واحدة لنفسي. الله، انت بتهزر بجد ليا دي؟ ايوه يا حبيبتي طبعا، يلا خديها بقى ما تزعليش. الله شكرا. طب وانا ماليش اي حاجه في الموضوع ده ولا ايه؟ تعالى تعالى. الحمد لله ما دام بس اخواتك مش موجودين، لو كانوا اخواتك مش موجودين كان زماننا ما عرفناش نقسمها. المهم انا هدي لك حته، وانا كمان هدي لك حته. ياي شحات لي نص البلد كده، انا بقيت واخد حته كبيره. انا واخد نص من بابا ونص من ماما، يبقى انا كده معايا واحده كامله. هي فين؟ تعالى نديك حته. وي هيا نور، مش هتقولي لي بقى اللي انت قلتيه لماما وبابا ولا ايه؟ انت كنت مستنيه انا ويوسف نبقى جوه، ورحتي قلت لهم ردك. ايه الرخامه دي بجد؟ مش عايزه تعرفينا؟ بصراحه لا، بصراحه لا، انت صريحه قوي. اما انا ايوه من صريحه، قلت لك بصراحه لا. ليه؟ علشان يا نيلي انا عارفه كل حاجه يا نيلي، وعارفه ان انت ويوسف وبقيه العيله كلها عاملين خطه تقريبا، وكمان جوسي حتى ومايا ونيلي وقصدي ميلا وكل دول عاملين خطه عليا انا ومحمد. انا عارفه. طب ما دام انت عارفه بقى يبقى يلا بينا بقى وترجعي لمحمد، ايه رايك؟ يا نيلي اسمعيني، اولا انا مش هقول لك رد فعلي، ولا هقول لك انا قلت ايه لادم، ولا هقول لك انا قلت ايه لاهل ادم، ولا هقول لك انا قلت ايه لماما اصلا. ليه؟ علشان تعرفي بعدين. ليه؟ علشان انا هلكمه دلوقتي. انت مش هلكمه يا نور، بس بجد يعني بهزر. اسمعي طيب هقول لك على حاجه. انت عارفه انه زمان قوي لما انا كنت بحب محمد، انت شفتي كنت بيعمل ايه؟ كان يعني ساعات بيتدلع وكنا بنهزر، بس يعني انا حاسه احساسي حاليا هو كان خلاص حب طفوله. ايا كان رد فعلي على ادم ولا لا، انا شايفه ان محمد دلوقتي كبر وفهم وعرف ان انا فعلا كنت بحبه زمان. ملهاش علاقة بقى انا لسه بحبه لغاية دلوقتي بتجاهله بحاول اتكبر عليه، دي ملهاش علاقة. ها انت عرفتي الكلام ده كله ازاي؟ مين قالك الكلام ده؟ النوت اللي انت كاتباها وسايباها على السرير الصبح. اوبسي، يا رب يوسف ما يعرفش. ارجوكي ما تقوليش ليوسف، ارجوكي ما تقوليش لحد ان انت عرفتي الخطة. لا ما انا خلاص عرفت. طب ارجوكي اعملي ايه عشان تقوليش؟ توقفوا الخطة عشان انا خلاص اتفقت مع ماما على حاجة هتحصل، وكمان اتفقت مع ادم، واتفقت مع اهل ادم، واتفقت مع بابا على حاجة، وتبعدوا عني
وتوقفوا خططكم، عشان حتى لو كده كده خططكم مش هتغير حاجة في المستقبل، خططكم بجرد ممكن بتجيب العيد اكتر. ده اللي انتوا بتعملوه لما تخلوني معرفش ايه، لما يوسف يخلي ادم النهارده يجي يتقدم لي، انتوا كده كان ممكن افرضي انا مثلا قلت لكم ان انا وافقت دلوقتي، يبقى يوسف جاب العيد صح ولا لا؟ يبقى جاب العيد كله اعياد، جاب اعياد كلها. شفتي بقى انه مش، ما تحاولوش تعملوا خطط عشان كده كده انا اللي في دماغي هعمل. ماشي اوكي، يلا نام بقى وبضطر تعمل خطط. اوكي مخسر سنين الاول. يلا يوسف طبعا اذنكم ممكن ادخل الحمام. روح اوكي. يلا يا ماما، محمد معاهم جوه، روحي قولي له. ماشي انا معلش بقى هتعبك، بس يا ماما محدش قال لولادك يقعدوا يعملوا الخطط دي. ماشي مش مشكله. نفسي اعرف قالت لماما ايه. ياه بس انا كده حشريه قوي، وقالت الادب وكمان بتصنت على الناس. عيب عيب عيب. ايه ده دربهم فعلا كلهم؟ من فاكره في لسه الناس ما جاتش. اهلا الو. هاي هاي يا نيلي. نيلي وحشتيني. بنتي كمان عاملين ايه؟ الله فين اميلي واسماء؟ اميلي واسماء ما بيجوش، انتي عارفه قاعدين مع ماما وبابا وبس. وادم كمان ما جاش معاهم؟ لا لا ادم جه. ايه وحشتوني قوي. هاي هلو يا ميلي، عامله ايه؟ وحشتيني. هلو بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. ايوه بقالنا كتير قوي. ايه اللي حصل فيه؟ تعالى اقول لك بسرعه. لا بطلي بقى. اوكي هاي شباب، عاملين ايه؟ اوه ادم اهلا. اهلا يا نيلي. اهلا قصدي اسمعوا يا جماعة الخير، اتفضل يا نيلي. ايه عندي اخبار يعني جامدة جدا فتاكة. محمد. نعم يا عمته. معلش تعالى عايزك ثواني. يا ربي. اوه ثانية فهمت، يمكن نور رفضت وعايزة تعمل خطوبتها هي ومحمد سرية وتعمل لنا سربرايز احنا والعيلة كلها. ايوه ممكن عندي. صح اتفضل سوري نسيت. ياي انتي هبلة ولا ايه؟ في ايه؟ مريضة؟ قصدي ولا حاجة، ودي وجعتني معلش انا اسفة. نعم يا عمته. تعالى معلش ثواني عايزاك. ماشي تعالي يا نور. هو في حاجة؟ استنى بقى. طيب نور كمان؟ يا لهوتي يا دي الحوسة. ما تفهمينا في ايه بدل ما انتي عمالة تلطمي كده. اوكي listen to me everyone. اي نعم ما كنتش اتوقع رد فعل نور كده، بس الصراحة انا مبسوط قوي. زين قصدي سوري زين. هو انت هل هتنفذ النور قالت له فعلا؟ اكيد مدام دي طلباتها، اكيد انا تحت امرها. بصراحه انا مستغرب من الطلب الغريب ده، بس انا موافق يعني. وانا كمان استغربت، بس ايش تعادي يعني مدام في الاخر وفي الاول انت راضي. ايوه انا عن نفسي راضي جدا. خلاص تمام ماشي يا محمد، خلاص اتفقنا. هو انت اللي عايزه كده؟ خلاص لو كده ماشي تمام، مفيش مشاكل. يا بروح اقعد معاهم بقى، اجيب لكم عصير واجي على طول. ما تقولش لحد. ما اكيد مش هقول. قوم تعالوا بقى قولوا لنا ايه اللي حصل. ما حصلش حاجه. ايه اللي حصل برضو؟ ولا حاجه يعني. انت تخيلي ان انت لما تساليها ومش عارفة ارد نفس الرد. طب ايه ده؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ اتخانقتوا ولا ايه؟ اتخانقنا ايه؟ لا انت غبيه. انا لا انا. خلاص يعني ممكن تسكتي برضو عادي. ايوه اسكتي يا ريت، يعني يا ريت انت بالذات تبقي حاطه جزمه في بقك. ماشي هو انت عشان اخويا الكبير يعني؟ على فكره نور اكبر منك، ما تزلنيش بقى بام السبع ثواني اللي كلكم زلني بيها دي. نور اكبر منك فعلا؟ ايوه فعلا نور اكبر منك، كلنا شاهدين ان نور اكبر منك. انتوا شاهدين ازاي وانتوا اصلا اتولدتوا بعديه؟ بس فعلا نور اكبر منك يا دي النيله. نور اكبر منك، هو فعلا نور اكبر منك. اوريدي نور اكبر منك. انا بكرهكم كلكم. واضح ان في حاجه قاعده تقوليها يا ميلا من زمان يا مايا يا ايه.
نيلي. نيلي. لا. ايه طيب، بصوا قبل ما نور ومحمد يجوا بقى هقولها لكم خلاص. هي حاجه نور قالتها لي امبارح. يا رب استر منك انتي ونور، ما بحبكمش تجتمعوا بتبوظوا كل الخطط. انتي بالذات بصي انتي فضيحه يا نيلي، الصراحه عندها حق، مستفزين قوي بقى. المهم ممكن اقول؟ اتفضلي قولي. نور قالت لي امبارح انها يعني هي واثقه 1000000% انه محمد اصلا مش بيحبها، عشان كده هي مش مهتمه. قالت ان هو محمد كل حركاته ديت بيعتبرها كاخته، عشان كده يمكن هي مش مديه الوش. من الاخر قصدك ان نور فاكره ان محمد ما بيحبهاش عشان كده هي مش مديه الوش؟ دي حاجه هبله قوي من نور. ما اعرفش بقى الصراحه، يعني هي عندها حق، دي حاجه هبله قوي. اصل مش معقوله يعني تبقى كل اللي هو بيعمله دوت وفي الاخر تيجي تقول لك بطلوا خططكم، وكمان بتقول لك ان هي عارفه ان هو ما بيحبكيش، ما بيحبهاش قصدي. طب لا يعني مش مقنعه، فاهمه؟ ما اعرفش بقى يا جماعه، هي قالت لي كده. طيب مش مشكله. المهم يعني هي قالت لي حاجه تانية غير كده ولا في ايه؟ حاجه كمان، استر يا رب. قالت لي انه هي يعني نويت على خطه، واعتقد الخطه دي اللي ماما نادت لمحمد دلوقتي عشان تقولها له. تقولها له. ايوه ثواني. نعم زي ما سمعت، يعني نور دلوقتي عامله خطه مع مامتك طنط ايمي وكمان مع محمد. لا انا مش فاهم، انت دايما مش فاهم. انا مش فاهم مين الكبير هنا. انا الكبير، يعني الكبير هو الكبير، يا دي موضوع الكبير بقى، ارحمونا. ما علينا. المهم يعني هو في خطه بس انا ما اعرفهاش بقى. يعني انت ما تعرفيش اي حاجه عن الخطه؟ لا هعرف منين؟ طب امال هي قالت لك بس ان في خطه يعني؟ ايوه قالت لي ان هي في دماغها حاجه هتعملها، وعشان كده هي هتعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. حتى ما قالت ليش الخطه هتبقى على مين ولا مع مين ولا كده، بس بما اني دلوقتي فهمت فشكل كده الخطه عن مع محمد. طب صح. اخر حاجه ايه بقى؟ هو المخابرات بتاعتكم؟ طب ماما انت الوحيده اللي بتنامي معاها في الاوضه. صح. قولي. اقول ايه اللي يوسف كان هيقوله؟ صح، انا اللي هسأل الاول. ايوه انت اللي اسأل الاول. ميلا يا نيلي يا جماعه. نيلي. نعم. ما قالتلكيش هي قالت لزين ايه؟ قالت لزين ايه؟ صح، بمناسبه زين، انت غبي قوي يا يوسف. معلش يعني، وانا اسف، انا الصغير. ايوه انا اصغر منك، بس بجد يعني خطه وحشه. عنده حق بجد، خطه غبيه. يعني ايه؟ يعني ايه تديله العنوان عشان يجي يتقدم، عشان تقوله، عشان انت واثق ان نور هترفض؟ يعني ايه بجد؟ معرفش بقى، هي الخطه دي كانت في دماغي، وفي الاخر طردتنا كلنا وما قالت لناش. قالت له ايه؟ وماما كمان مش قالت لنا، واتقرطسنا كلنا من الاخر. ما انت غبي يعني. يلا المهم. لا بصراحه ما قالتليش اي حاجه، حتى حاولت اعرف منها قالت لي مستحيل ومش هقول لك وما اعرفش ايه. فيعني كانت خطه فاشله من كل النواحي ان انا اعرف موضوع هي قالت له ايه. طيب يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ في حاجه تانية هنعملها؟ بصراحه انا مش شايفه ان في اي حاجه تقدر تعملها. اسكتوا وهم جايين. محمد، ايه ده؟ في ايه؟ عايزه ايه يا جوسي؟ ايه اللي حصل؟ عندي طلب منك، يعني كده انا اختك الصغيره حبيبتك روح قلبك وحياتك وعمرك، صح؟ اكيد مش زي نور. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان اكيد يعني اقل منها. إيه جوسي، لخصي انت عايزه ايه، عشان انا عارف من بدايه الموضوع اللي بتجيبي فيه سيره نوري، يبقى انت بتدخليني في الموضوع عشان تعرفي حاجه حصلت او عايزه تقولي لي على حاجه. يا لهوي حافظني يا ناس. جوسي خلاصي. طيب بص كده، انا هقول لك على الحقيقه. قولي اتفضلي. انا عايزه اعرف ايه الخطه او ايه الموضوع اللي عمته ايمي قالته لك. عمته ايمي قالته لك؟ ايوه. يلا. ما لا، ايه اللي لا؟ بتقولي مش هقول لك. وايه اللي مش هقول لك؟ على فكره يعني انا اختك حبيبتك الصغيره الجميله اللي انا بحبك وانت بتحبيني، صح؟ يا اجمل اخ في الدنيا. بصي هقول لك. قالت لي انه هي اتفقت معايا على يوم ان انا هروح. اليوم ده هيكون يوم الخميس اللي جاي. يا لهوي، بس النهارده لسه اصلا التلات. ايوه
انت بتقولي ايه؟ ايه ده بعد يومين يعني؟ ايوه، ولا اللي طالع ده التلات؟ بتهيألي اللي طالع التلات. هي مش عارفه، استنى اشوف الموبايل اللابتوب اهو. النهارده لا، النهارده اللي طالع دوت اللي احنا الساعه 12، الساعه 12 بقى اللي جايه دي لسه يوم التلات، يعني احنا كنا في يوم الاثنين. ايوه، ما علينا، ده مش موضوعنا. يعني المهم ان يوم الخميس قالت لي تعالى انت وعيلتك وكده، او حتى انت وجوسي بس، وهنتكلم في الموضوع ده. هي صرحتك كده؟ ايوه. المهم يعني قالت لي ان احنا هنروح يوم الخميس وساعتها هنتكلم في الموضوع ده. اوه طيب، يعني هي ما قالتلكش اي حاجه تانية؟ لا، بس هو ده اللي طول. ماشي، حتى انا معرفش يعني قصدها ايه بالظبط. بس ثواني ثواني، هو معلش يعني الكلمه، هو انت قلت لها حاجه ان انت بتحبها ولا لمحت لها ولا حاجه؟ لا طبعا، انتي هبله. يبقى كلام مي ان ايه اسمها، ايه اسمها، ايه هي؟ مين؟ اختها ام الصغيره نيلي. نيلي، كلام نيلي صح. انتي بتتوشوشي بتقولي ايه؟ وبتقولي ايه على نيلي؟ ولا حاجه، وانت مالك؟ نعم. بتقولي ايه؟ ولا حاجه. المهم ثانيه واحده، خلينا ندخل في افكاري. ثانيه واحده، انتي بتفكري بصوت عالي قوي. استنى بقى، يبقى كلام نيلي فعلا صح، وان هي قالت ان نور فاكره ان محمد ما بيحبهاش فعلا صح. انا مش سامع غير وشوشه بس، برضو انت كده بتفكري بصوت عالي. مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يا محمد اسكت بقى، اسكت. المهم هنستنى يوم الخميس. انت متحمسه ليه؟ على ايه؟ انا على فكره، انا اللي بحب نور مش انت. ايوه، ما انا لما اخويا يبقى متجوز نور دي حاجه كويسه قوي. متجوز نور؟ يا لهوي، ما انت بحلميش بعيد قوي. نور اصلا ما بتحبنيش من الاخر. ايه، ومين عرفك؟ لا مش محتاج اعرف، الموضوع واضح قوي. لا 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 لا، ما تقولش كده بجد على فكره، يعني ما مستحيل مستحيل. انتوا اطفال، كنتوا عارفين الشله بجد، يعني احنا كنا كل اطفال الشله، شلتنا كلها كانت معروفه بيكم انتوا الاتنين. انتوا لا 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 لا، مستحيل اللي انت بتقوله ده بجد. انا عارف، وبس كمان سمعت يوسف انه ازاي فعلا نتقدم لها زي ما انا كنت متوقع. وطبعا ما عرفناش رد فعلها ايه على زين. ايوه، يوسف قال لكم رد فعلها ايه؟ لا، انتي بتكذبي عليا صح؟ يبقى ايه، وافقت على زين. انا عارف، وقالت لي نروح يوم الخميس علشان تنهي الموضوع ده خالص. ما تبطل بقى وتقفل، بطل تقفلها في وشنا. ممكن على فكره لسه في امل، يعني احنا لسه ما عرفنا، ما شفناش حتى زين ده. انا عارف، انت عارفه انا ما شفتوش. انت تشوفيه بنسبه ايه يعني؟ عشان اعرف هو طيب ولا شرير. وانا كداب بموضوعنا، ما اعرفش قصدي يعني. لا استنى، وبعدين هو لو طيب يعني هتجوزه لها يعني ولا ايه؟ اوبسي، يبقى وسط الدنيا. مش قصدي كده، مش قصدي كده. انت عايزه ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، بحبك، تصبح على خير. ايه ده؟ يوم الخميس. ما تقلقيش يا نور، زي ما اتفقنا بالظبط ان شاء الله هجيلك يوم الخميس زي ما اتفقنا بالظبط. قلت لنا تعالوا يوم الخميس وهنتكلم. هو فعلا عمي مش هيقدر يجي معانا، او يمكن قال هيجي معانا، لسه عمي مكررش. بس عموما باذن الله انا وقمر حتى بس اللي هنيجي، بما ان كده كده خلاص شفتي عمي وفهمتي الموضوع. انت قلتي اي حد يجي منكم. لسه مش عارف ايه ردك، ولا قصدك ايه بان انا امشي واجي يوم الخميس. بس ايا إن كان انا راضي، وبما انها رضيت تجيبني تاني فيعني انا متفائل شويه. يمكن توافق، يمكن. صح يا قمر. قمر دي نامت، دي لسه كانت بتكلمني. قمر، هي ليه دايما بتسيبني وتنام فجاه كده؟ يا لهوي، مش معقوله بجد. انا عايزين، انا لسه صاحيه على فكره. ما انا عارف، لسه صاحيه قوي. خلاص انا كمان لازم انام، انا عايز يوم الخميس ده يجي بسرعه جدا. عايز يوم الخميس يجي بسرعه جدا. نور بقى قوليلي انت عايزه ايه. انا عندي مزاجي حلو النهارده. ايوه، عشان قابلتي محمد. يو اسكتي بقى ولمي نفسك. قوليلي الاتفاق اللي انت اتفقتي مع محمد وزين عليه، انت عرفتي ازاي ان في اتفاق مع زين ومحمد؟ معلش بخمن. مين قالك؟ ولا حاجه. ماما صح، انا قلت لها بس هو ايه اللي بيحصل. قالت لي ان نور عايزه حاجه من زين ومحمد وانت مالكيش دعوه. فهمت انه اتفاق. ماما قلت لها ما تجيبش سيره. قولي لي
بقى يا نور، هو مش اختك الصغيره؟ يلا يلا يلا، انا بحبك وانت بتحبيني، صح يا نور؟ يوسف يوسف، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هو نور يوسف كمان عارف؟ ايوه نور حبيبه قلبنا، ما تقول لنا بقى يا نور. ايوه يا نور، يلا ما تخافيش، مش هنقول لحد، مش هنقول لحد، مش هنقول لحد. طيب هقول لكم انا بفكر في ايه، بس انا لسه ما اعرفش يعني، انا المفروض ما اقولكمش، بس هقول لكم وخلاص عشان انتوا راكمين وزنانين. بس بصراحه انا نفسي لسه مش عارفه اختار مين. زين انا شايفاه شخص كويس وطيب، وكمان يعني مش نيته حاجه وحشه، وشخص لطيف، وفي نفس الوقت يعني هو دخل في الموضوع على طول من غير ما يطول ولا وكده، ومحترم، وكمان الماضي بتاعه صعبان عليا جدا، بس في نفس الوقت مش قادرة اقبل. وفي نفس الوقت محمد برضو، انتوا كذا مرة بتقولي ان هو بيحبك ومعرفش ايه، وانا عارفة انه مستحيل يكون بيحبني، وحتى لو بيحبني انا برضو مقدرش اقبل، لو ان انا معرفش مين فيهم الكويس. انا نفسي معرفش، انا لسه صغيرة على الكلام ده، بس انتوا دبستوني بدري، بس انا راضية وخلاص عشان الاتنين كويسين، انا مش عارفة اعمل ايه. اوه عشان كده، ما تقلقيش، انا فهمتك خلاص. ايوه، فانت عملت ايه يعني؟ برضو ما فهمتش. قلت لهم الاتنين يجوا الخميس. ايه؟ لا ده غباء بجد، قلت لهم الاتنين يجوا الخميس في نفس الوقت وفي نفس الساعة. ايه؟ من ورا الاتنين ما يعرفوش ان التاني جاي يوم الخميس. احلفي. ايوه انا قلت لمحمد تعالى الخميس الساعه 3، وقلت في نفس الوقت لزين تعالى يا زين يوم الخميس الساعه 3، وقلت للاثنين هنتكلم في الموضوع ده يوم الخميس الساعه 3. الاثنين. طب ده ازاي يعني حضرتك؟ ده انا نفسي ما اعرفش اللي انا عملته ده، بس انا كنت شايفه ان دي فرصه كويسه في الاول خالص قبل ما ابدا الموضوع ده، قلت ان دي احسن فرصه ان انا اخد وقت افكر فيها وفي نفس الوقت ارد على الاثنين في نفس اللحظه. ده ازاي ده؟ معلش يعني، ان شاء الله. ما اعرفش، انت ما تعرفيش ان انت كده ممكن تعملي مشكله كبيره جدا ما بين الاثنين اصلا. انا ما اعرفش اللي انا عملته ده بجد، يا لهوي. عموما ما تقلقيش، انا كده كده معاكي وهنساعدك اكيد وهنفكر معاكي، وطبعا انت صاحبه القرار يعني، كده كده انت اللي تختاري مين احسن، ومهما كان اختيارك فما دام انت بتفكري قوي كده وتعبانه جدا نفسيا وكل حاجه كده، فخلاص احنا معاكي في اختيارك. ايوه احنا بنشجعك، ما تقلقيش، احنا اخواتك اللي بنحبك جدا، وانا كمان بحبكم، بس انا حاسه ان انا واقعه في مشكله كبيره قوي. لا ما تقلقيش، كل حاجه هتتحل بجد. ايوه جدا، انتوا اخوات زفتين قوي، بس انا بحبكم جدا. شكرا. العفو. طب ما ده دور الاخوات اكيد يعني. ايه ده؟ مالك يا نور؟ في ايه الوش المكتئب الحزين اللي لا يبشر بالخير ده؟ هو فعلا مفيش اي خير في الموضوع. نعم؟ الساعة 2:30. طيب قدامهم نص ساعة، في ايه؟ عايزة اشوف رد فعلك ايه، متحمسة. يا ترى اخترتي مين؟ في ايه؟ نور. انا لسه ما اخترتش حد. ايه؟ بتهزري صح؟ بتهزري، قولي ان انتي بتهزري، ارجوكي قولي ان انتي بتهزري بجد. حاسه ان انا مش هقدر اسيب الاتنين، وده ما ينفعش في نفس الوقت، انا مش عارفه اعمل ايه، انا عايزه اعيط. انتي بتهزري صح؟ بتهزري، قولي ان انتي بتهزري. لا مش بهزر للاسف بجد، انا فعلا يعني اللي مش عارفه اعمل ايه، قدامهم نص ساعه وانا لسه ما قررتش اقول للاتنين ايه، انا دبست نفسي ازاي؟ نور انت من يوم الاثنين وانت بتفكري في الموضوع. ايوه ما انا من يوم الاثنين ما وصلتش لقرار، مش عارفه اختار مين. نور اكيد بتهزري صح؟ ما بهزرش والله، انت غبيه يا ليه، كنت بهزر معاكي في الوقت زي ده. فعلا ده وقت زي ده احسن وقت ان انت تعملي مقلب. والله عايزه اعيط بجد، اسكتوا انتوا الاثنين بقى، ما تحرقوش دمي اكتر ما هو محروق. طب هتعملي ايه دلوقتي بجد؟ مش عارفه، واصلا انا ما اعرفش محمد بيحبك ولا لا. نور من الاخر بقى، محمد بيحبك يا غبيه. انت بتزقني ان انا اصلا ابعد، حتى لو انت كده بتزودها، انت بدل ما بتكحلها بتعميها حرفيا بجد. صح تصدقي. المهم طب بجد هتعملي ايه؟ مش عارفه. ياي متحمس.
استني بقى، انا مش عارف، مش حاسس، مش مطمن. ايه ليه ليه بقى ما تارجوك، بقول لك ايه والله العظيم هضربك، دي فرصه جات لك لغايه عندك، دي اخر فرصه، فاهم؟ طب امشي امشي امشي. هيا يا ولاد خلصتوا يا حبايبي؟ ليلي ليلي ايه، انتي مش شايفه ان الجزمه فيها خط اصفر ملون ولا ايه؟ ايه والسلسله اللي في رقبتك دي يا ريت تدخليها جوه عشان ما تبانش، عشان انا بغير. ما ينفعش كده، ما ينفعش مراتي الناس تشوف الجرمه بالبيت بتاعها. شكرا يا عمر، بتكسي بحاجة. عمر ده مش وقته. اه صح، صدقي مستعجلين، كان مع ورانا ميعاد الساعة 3. ايه خدي طرحتك، وكان ميعاد ورد الساعة 3، ميعاد ورد قصدي. اوف انا مش عارفة اتكلم ليه، من جمال ليلي طبعا. عمر عمر شكرا، انا اتكسفت. عمر ده مش وقته. اه صح، كان ورانا ميعاد الساعة 3، كان ورانا ميعاد الساعة 3. اي بابا يلا يا بابا عشان بطل هزار بقى، يلا يا جماعة بقى، عشان بجد انا بص انا متوتر اصلا لوحدي. لا يا حبيبي ما تتوترش ما تتوترش، انا عارفة نور بتحبك من زمان. انا مش فاهم مين بتحبك من زمان، انتوا مش انا هي طيشة ولا ايه؟ بس يا عمر لا لا ما اقدرش اقول عليك كده. يلا يا ماما مستعجلين، يلا بقى، انا ما اعرفش انا متحمسة اكتر منكم انتوا التلاتة ليه، بس يلا انا تحت على العربية، انا مستنياكم تحت بقى. استني طيب انا جاية معاك، يلا يا ماما يلا. يا ربي استنوا جاية، هو انا اخر واحد هنزل يعني ولا ايه؟ مش فاهم، استنوني انت كمان. ما تتحركيش بقى، خليني اصرح لك عادي. ماشي ماشي، استنى اهو كده. ايوه ايوه تحفه تحفه تحفه. شكرا. مالك انت متضايقه ولا ايه؟ بصراحه يعني عايز اسالك سؤال، هو لو احنا دلوقتي رايحين علشان نروح لنور، ونور دلوقتي اكيد هتجيبك تاني عشان تقولك، يعني اكيد هتجيبك تاني ليه يعني، مثلا عشان تقولك انها موافقة، فهل كده لو انت اتجوزت او كده انت هتسيبني لوحدي؟ هو انا هرجع اعيش لوحدي تاني زي ما كنت؟ اهل بابا بيخلوك تشتغل طول اليوم كده اكتر من ساعة اهل بابا كمان، علشان اصلا انا هبقى قاعدة في البيت لوحدي صح، من غير حتى انت ولا اهل بابا صح؟ هي في حاجة حلوة ان اهل بابا مش هيقدروا يعذبوني صح؟ قمر ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده يا قمر، انتي هبلة بجد. انتي بتهزري اكيد، قوليلي ان انتي بتهزري. انا مش بهزر، انا بفكر في الموضوع ده طول عمري، بس كنت مش عارفة، ما كنتش متخيلة انه اليوم ده ممكن يجي بسرعة. عمر ما تستهبليش، انتي هبلة ولا ايه؟ انا مستحيل اسيبك مهما هيحصل، انا هفضل معاكي للابد، طول عمري هفضل معاكي، مش بس طول عمري، انا حتى لو هموت هفضل برضو معاكي، ما تقلقيش، انا عمري في حياتي ابدا للابد ما هسيبك ابدا بجد. يعني انت هتفضل معايا على طول؟ اكيد طبعا، ايه الهبل اللي انتي بتقولي ده، احنا كل ده سوا، انتي انا وانتي بس اللي مع بعض كل الوقت ده، مهما حصل انا وانتي هنفضل سوا بجد. ايوه بجد انا بحبك قوي. شكرا. ياي بقى، يا رب نور توافق، يا رب نور توافق، يا رب نور توافق. هبلة اكيد مش هسيبها. يلا يلا انزلي اركبي العربية بسرعة، عشان اصلا عمو قال ان هو في الطريق كمان. ايه ده، هو عمو هيسبقنا؟ اه هيروح هو اللي هناك هيستنانا تحت. ماشي مش مشكلة، يلا انا مستنياك. استني طيب. جم جم، يا لهوي بقى يا لهوي، يو مين اللي جه القهوة يا ترى، مين اللي جه، انا متوترة قوي. اهدي ما تخافيش، صدقيني ان انت من جواكي عارفة هتختاري مين. ايوه ايوه انا كمان واثقة ان انت من جواكي عارفة هتختاري مين. انا ما اعرفش حاجة، ولا من جوايا ولا من برايا. يلا بقى يا ايمي، طيب جاي اهو عشان نفتح. اهلا اهلا، ايمي ده اخوكي اصلا. ايمي 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 دخلت اتكسفت، معلش اتكسفت، قعدت تزغرط جوه. ايمي بتزغرط، هي بتزغرط ليه؟ معلش معلش يا ايمي مريضه. بقول لك ايه، ما تعليش فيها احد الضيوف، احنا كنا عايشين مع بعض في البيت ده عشرة عمر، احنا لغايه قريب كنا عايشين مع بعض في ايه، وانا قلت ان انتوا ضيوف في كله.
انتوا اللي عاملين نفسكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا، يا اهلا وسهلا، ادخلوا. يا محمد يا جميل، يا جاي تطلب ايد بنتي يا محمد؟ يعني على اخرك الزمن تبقى اطول مني وسكتنا، لكن كمان تيجي تطلب؟ على فكره انا لسه كبير هنا، انا مش عجوز، انا فاهم. حاضر حاضر ماشي، بس مش انا يعني عمو. يعني هو انا بقول يا عمو؟ ايوه اه صح، عمو والله يعني هي اللي قالت لي تعالى. انا ماليش دعوه، ادخل ادخل، ما تجيبش العيد بقى. هو انتوا على فكره انتوا عارفين بعض؟ انا صح، انا عارفك انت صاحبي. ها هو يعني المهر ببلاش؟ ايه ده، بهزر. ادخل ادخل. يا خبر يا جماعه، هما مش بيتنفسوا تقريبا؟ خلاص تقريبا شكلهم خلاص. لا مش معقوله، شوفهم بس اتاكد، يمكن يكونوا بيتنفسوا. حد يتصل بالاسعاف بسرعه. اتصلت وقال قدامهم 5 دقايق بالظبط وجايين. 5 دقايق هيكونوا ماتوا يا جماعه، حد يحاول يتصرف طيب ولا حاجه. بقول لك ايه، دي فرصتنا. فرصتنا في ايه؟ بسرعه، انت احنا كده كده حراميه يا عم، كده كده. بص دي فرصه جات لنا لغايه عندنا، دي فرصه ذهبيه بسرعه. طب هندخل في الزحمه ازاي؟ انت غبي؟ اذا كان هي الزحمه اللي مش هتخليهم ياخدوا بالنا ان هم ان احنا بنسرق. اه صح. يلا بقى ما تضيعش الفرصه. اوعى اوعى، ورونا يا جماعه، ورونا كده بيتنفسوا لسه؟ اكيد ورونا كده. ايوه اكيد بيتنفسوا اكيد. بسرعه، بص انا لقيت ايه، وانا كمان لقيت موبايل. طب يلا شيلهم بسرعه، شيلهم يا جماعه، الحقهم بسرعه، لا اتصلوا بالاسعاف. يعني ممكن؟ ايوه في امل. ايوه تقريبا. طب يلا يا جماعه اتصلوا بالاسعاف بسرعه، زمانها جايه في الطريق. ايوه زمانها جايه في الطريق صح. هو ايه يا ست هانم، هو انت مصدقه نفسك يعني يا امي ولا ايه؟ فين نور؟ يعني جايين نتكلم في الموضوع على طول؟ على فكره اولادنا كبار دلوقتي، وانا كبير وانا عجوز. انت عجوز انا مش عجوز، ما علينا. مش عارفه الصراحه، بس هو يعني عموما احنا مستنيين ناس كمان. ناس كمان؟ مين دول؟ اصبر بقى وهنشوف. اصبر اصبر، هي نور كده عايزه حاجه في دماغها وانا نفذتها لها. مدلعه بنتك طول عمرك، ما تدلعها، انا حره. اول ما تبقى بنتك ما تدلعهاش. لا يا عمته. اه لا بنتك حبيبتي دلعها، انا ما بدلعك، هو ما يدلعكيش، مالكيش دعوه بيه، انا بدلعك. يا عمته حبيبتي، الصبر يا رب. فين الزين ده واهله؟ ياه الساعة 4:30. هو اللي لسه ما جاش لغايه دلوقتي؟ مش عارفه ايه دي، يمكن الطريق زحمه او يمكن بيته بعيد. بيته قريب، انا عارفه هو ساكن فين، يعني عارفه المنطقه، بس هو مش بعيده قوي، بس مش عارفه هو ساكن فين بالظبط، بس برضه يعني مش للدرجه دي. ايه دي بس، معقوله نسي الميعاد؟ اكيد ما نسيش الميعاد. طب نور، انت مش حاسه ان ممكن تكون دي اشاره؟ اسكتي خلاص، اسكتي اسكتي. يا الله، طب ارن له؟ ارن له خلاص، انا رنيت له لقيت تليفونه مغلق. ايه دي بس، وان شاء الله هنتصرف. طب انتوا يا جماعه جبتوهم منين مثلا؟ ما هو مش معقوله كده، يعني ما فيش اي حاجه معاهم خالص. مش معقوله ازاي ما همش حاجه، ولا في اي ارقام في ولا تليفونات ولا اي حاجه معاهم، ولا ورق ولا بطاقه ولا اي حاجه؟ بقول لك ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه، كلهم الاتنين معهمش ولا ورقه ولا موبايل ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص تدور ان في حد قرايبهم. عشان كده بسألكم، حد من اللي كان واقف هناك وقت الحادثه شاف قرايبهم، ولا شاف حد كان معاهم، ولا شاف هما جايين منين، ولا حد اصلا يعرفهم، ولا شافهم قبل كده في الشارع ده؟ ولا حد، وما حدش يعرفهم خالص، اول مره اشوفهم في الشارع. انا عن نفسي ما اعرفهمش، كل اللي واقفين كانوا ما يعرفهمش، والا كان في حد نهار مثلا، او قال خلاص انا هتصرف، او قال حاجه زي كده، او حتى جه معاهم. ايوه، ما احنا بس اللي جينا هنا عشان احنا اللي كنا مع الاسعاف، عشان نتاكد ان هما وصلوا ويكونوا كويسين. هما ايه حالتهم دلوقتي؟ هو انتوا ليه ما طلعتوهمش فوق اساسا؟ ايوه صح، عنده حق. هو انتوا ليه لغايه دلوقتي هم فين هنا؟ عشان لسه الدكاتره جايين يطلعوهم، الممرضين كلهم دلوقتي نازلين ياخدوهم يطلعوهم فوق. فانا بسالكم، حد يعرفهم عشان نتصل بعيلتهم؟ لا، من ساعه ما جينا بنقول لك لا، بس انت تقريبا بتفهمين بالراحه. انت عايز ايه يا راجل؟ انت ابعد من وشي لو سمحتم يا جماعه، بسرعه بسرعه شويه، حالتهم حرجه جدا وممكن يموتوا في اي لحظه. هما لسه عايشين؟ اعتقد ان هما لسه بيتنفسوا، اعتقد يعني اعتقد. انا على نفسي هنا مش دكتوره. معلش على التاخير يا جماعه، معلش بجد، كان في دلوقتي فوق ناس كتيره جدا وحاولنا نفضلهم مكان كمان بسرعه.
يلا بسرعة عشان نلحق نطلعهم فوق الدكاترة فوق بسرعة. بس يعني ايه مش ما تعرفوش اي حد تبعهم؟ لسه ما فيش حد تبعهم جه؟ لسه ما فيش اي حاجة تقريبا كده. الواضح ان هما وهم بعد الحس على طول حد سرقهم، حد من اللي كانوا واقفين سرقهم. اللي انت بتقوليه ده هو ده الحل الوحيد، لان معهمش ولا اي حاجة تدلهم متابع مين ولا ولاد مين ولا اسمهم ايه حتى. خلاص احنا هنطلعهم دلوقتي، وحاولوا تتصرفوا بسرعة وتلاقوا حد تبعهم، او حتى تتصلوا باستاذ محمد صاحب المستشفى. ايوه احسن حل تتصل بالدكتور محمد. طيب هنتصرف هنتصرف يا جماعة. حد من اللي كان واقف طيب شكيت ان هما ممكن يسرقهم؟ هو انت يا ست ايه؟ اكيد ما نعرفش. خلاص انا هتصل بدكتور محمد زي ما هي قالت، وهو اللي يتصرف بقى بينما هي المستشفى بتاعته. عدوني لو سمحت. يلا بسرعة يلا بسرعة جدا، انتوا لسه واقفين هنا اهو، دخلوهم بسرعة وركبوا لهم اكيد الاكسجين بسرعة. حاضر حاضر اهو داخلين، دخلوهم معانا يا جماعة دخلوهم. حاضر اهو جاي معاكم بسرعة. فضلنا لهم مكان بسرعة، لازم يلحقوا ندخلهم بسرعة، يمكن نلحقهم بسرعة. واضح يا جماعة ان هم اصلا لسه ما بيتنفسوش، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ دخلوهم بسرعة، انتوا ازاي بتتأخروا كده؟ هم واضح ان هم اللي بدأوا بيتنفسوش وخلاص اهو داخلين بسرعة. اتصل من دكتور محمد. الو يوسف، انا بدأت اقلق، انا حاسة ان في حاجة غلط. اسكتي بقى ما تقلقنيش، انا كمان قلقان. انا خايفة نيلي ويوسف، انا حاسه ان في حاجه حصلت بقى بصراحه من الاخر. لا ما تقلقيش، ايه اللي هيكون حصل يعني؟ اصلا عمال اتصل بيه وهو كمان ما بيردش، ومحمد هنا من بدري كمان، دلوقتي الساعه داخله على 5 وهو لسه ما جاش. ايه دي بس؟ ممكن يكون في الطريق، او ممكن يكون مثلا نسي تليفونه فرجع تاني وجاي تاني. فايه دي؟ ايه دي؟ عادي كل حاجه محتمله. ايوه خلاص تمام، جاي جاي. رايح فين؟ سلام سلام. بقول لكم ايه، في حالة في المستشفى لازم اروح حالا. لو اللي احنا مستنيهم دول جم يبقوا اتصلوا بيا، وبرضه هاجي في ثواني ما تقلقوش. ماشي. رايح فين يعني؟ ما انا قلت في حالة في المستشفى حرجة. حالة زي ايه يعني؟ ما انت في حاجة في حاجة؟ لا لا ما تقلقيش، حد بس كده ناس وما اعرفش ايه وما اعرفش عنهم حاجات، وقالوا لي تعالى بسرعة عشان في موضوع مهم. اما باجي احكي لك. ماشي بسرعة وتعالى، ما تتأخرش بس عشان زمانهم في الطريق. ماشي. انا ما اعرفش كده اتأخروا ليه، الساعة 5:30. يا عمتي ما تقولولنا مين اللي جاي، عشان بصراحة انا متوتر شوية. اصبر بقى. طب هو زين اللي جاي؟ ايه ده، انت عارف زين؟ ايوه. زين اللي جاي صح؟ زين مين؟ انا ما بقتش فاهم حاجة. هو انا ليه اطرش في الزف؟ عدوني كده بسرعة عشان عايز انزل دلوقتي. انتوا كلكم واقفين هنا ليه؟ تنزل رايح فين يا بابا؟ في حالة خطر في المستشفى. طب وهتسيبني لوحدي؟ جاي على طول يا نور، بس بجد في حالة خطر جدا في المستشفى، وكده كده الساعة 5:30 يعني، هو اصلا اتأخر، فما يجريش حاجة لو يستناني دقيقة واحدة كمان. هروح بس المستشفى اشوف الموضوع اللي في المستشفى دوت، وكده كده جاي تاني بسرعة ما تقلقيش، وكده كده هو هيستناني، وانا كمان زي ما انا كنت مستنيه يعني. ما تقلقيش ما تقلقيش، جاي على طول. ماشي سلام. انا مش مطمنه، مستشفى ايه اللي حصل فيها حاجه؟ لا اهدي، بقول لك ايه يعني، مين ما كل يوم بقى يروح المستشفى في مصايب بتحصل هناك، ما انت عارفه. بس المره دي انا مش مطمنه يا ربي. طب اشوفهم وريهم لي وريهم لي، تعالى هما جوه. بس اعتقد يعني ان هما خلاص كده مش موجودين يعني، ماتوا. نعم اعتقد يعني، معرفش مفيش اي اخبار عليهم في المستشفى من ساعه ما دخلوا جوه. طب عادين. في ايه حضرتكم؟ دكتور محمد. دكتور محمد اهلا بحضرتك. دكتور محمد حضرتك اتاخرت ليه؟ بس مش مشكله، كده كده يعني كانت نفس النتيجه. نتيجه نتيجه ايه؟ وروني. طيب وروني. والله احنا حاولنا بقدر الامكان. ماشي ما تزعلناش. ازعلكم ليه؟ ايه اللي حصل؟ تفتكروا هيفتكر ان هو اهمال مننا؟ لا طبعا، هو دكتور محمد عارف ان ده قضاء وقدر، دايما بيقول لنا كده. ايه ده؟ مش ده زين، ودي قمر. هما توفوا. دكتور، هو دكتور محمد حضرتك تعرفهم؟ ايوه اعرفهم. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ هما عملوا حادثة والبقاء لله. هما توفوا. هما يقربوا لحضرتك معقولة بجد؟ يعتبر. انا اقول النور، اقول النور.
طب البقاء لله يا دكتور محمد، يعني حضرتك عارف ان ده وارد يحصل اكيد، يعني الناس كلها هتموت في الاخر. انا عارف، انا عارف. زين كان جاي، زين كان جاي عندنا البيت. ايه ده بس يا دكتور محمد، ايه ده، ايه ده، انا لازم اكلم امي حالا ولا اعمل ايه؟ طب اتصرفوا، حاولوا تشوفوا اي حل، ممكن يكون مثلا محتاجين اي حاجة. للأسف خلاص، بقاء لله، لازم تطلع من هنا يا دكتور. معقولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش عارفة أعمل إيه. ماتوا؟ طيب تمام، يعني ألف وأروح دلوقتي. إيه؟ آه صح، لازم حد يجي ياخد الجثة بتاعتهم. طيب طيب، أنا هاجي، أنا هاجي. طيب سلام بقى، ما تعرفونيش. طيب عمته ممكن اكلم نور؟ كلمها، هي فين؟ هناك في الطرق. طيب لو سمحت عنك نور. يا نور. طب سلام عليكم، انا بقى عشان بجد هعيط في اللحظات دي، بتأثر قوي يعني اكيد مش هقف معاكم انتوا الاتنين. سلام عليكم، يلا انتوا عارفين بعض. نور انا يعني، هو انتي جايباني انا وزين في نفس اليوم عشان تقارني ما بيننا صح؟ قولي، ولا انتي عشان فاكره ان انا ما بحبكيش فقلت تقارني بحد بيحبك؟ هو عادي ما بيحبكيش بس انتي بتحبيه. على فكره انا عارفه ان انتي فاكره ان انا ما بحبكيش عشان بس انتي ما كنتيش مدياني فرصه ان انا اكلمك ولا افتح معاكي اي موضوع، بس انا دلوقتي جاية اقولها لك. على فكرة انا، ايوه بيحبك بيحبك بيحبك. وزع الورد، وزع الورد، وزع الورد. فين الورد؟ نعم. اه صح. ياي. ايه ده، وفي ايه بره؟ انا عايزة اشوف. وانا كمان، انا جاي في ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي حصل؟ هما بيزغرطوا كده ليه؟ عن اذنكم انا طالعة. هو في ايه بره؟ ايه ده، انتوا جيتوا ازاي؟ ده انتوا عيلة ما بتعرفش تزغرط. عندك حق والله، بس ياي ياي. إيه هو في ايه؟ اصبروا. طيب اصبروا. هو ايه محمد التأخير ده كله ليه؟ هو بيتس سبحان الله، اول مرة اجيب، كل ما اجيب سيرته يتس. الو. ايوه لسه زين ما جاش، انت اللي فين؟ انا عارف ان زين ما جاش. عرفت ازاي؟ ايمي زين انا عنده في المستشفى، زين اتوفى البقاء لله. نعم نعم الله عليك يا حبيبتي. ايه اللي نعم؟ زي ما سمعتي ده ازاي يعني؟ اسمه قضاء ربنا. صح، انا مش عارفه اقول ايه، يعني اقول لنور انا دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ما اعرفش والله، انا مش عارفه اعمل ايه. انا جيت اقول لك عشان انت تتصرفي. ما اعرفش. طيب طيب خلاص، انا هشوف. سلام. هو في انتوا الاثنين بقى، ده في حاجات غلط بقى كتير في البيت ده، ايه اللي بيحصل؟ زين اللي كان جاي اتوفى. محمد ما قاليش تفاصيل، بس زي ما انا فهمت منه ان هو اتوفى في حادثه يمكن او كده، لان هو كان رايح المستشفى وقال لي ان هو قال لعمه كمان، وعمه جاي في الطريق، فمحمد هو بقى هيجي. محمد هيجي هنا وعمه رايح للمستشفى يعني لزين نفسه. او مين زين ده بقى؟ مش مهم، ابعد عني يا عمر. نور انتوا كلكم جيتوا، انتوا جيتوا ازاي؟ بابكم مفتوح والله. طيب نور، في ايه يا ماما؟ وشك متغير ليه كده؟ جماعة بقى ما تبقى، انا ما بحبش المفاجآت. ايه اللي حصل؟ بتهيألي انه اختيارك هيكون محمد. ايه نور؟ زين البقاء لله، عمل حادثة ومات وهو جاي. مات يعني ايه؟ مات يا اختي، جينا نكحلها تعبت خالص. انا مش مصدقه، من الأول كان واضح إن في إشارات كتيرة، بس أنا اللي كنت غبية. زين ما كانش ينفع معايا،
انا كان لازم اختار محمد من الاول. انا والله اسف ليكي بجد، انا بجد اسف. مش مشكله، خلاص يا جماعه، ولكن حاجة حصل، اعتبريني مختاره محمد من الاول خالص. كده كده انا ومحمد ملناش من بعض غير ملناش غير بعض من زمان. يلا ندخل، يلا ادخل عند بابا، ولكن حاجة حصل. اصلا كان واضح. النور كويسة ولا ايه دي يا نور؟ انا عارف ان هو وقت مش مناسب. بقول لك ايه، انت ملامحك مش مريحاني، في ايه؟ ما هي بصراحه يعني بصراحه كده انا يعني انا معجب بيكي من زمان و يعني ثانيه قصدك الرومانسيه بقى والحركات ديت يعني؟ ايوه انا بحبك. ايوه قصدك كيف كنت بحبك يعني؟ نعم ايوه، مشاعر ناحيتي والهبل ده. اهدى، بهزر. ما تقلقش، ماشي مش مشكله، انا موافقه عليك من بدري، من قبل ما تيجي تعالى عند ماما، وانا موافقه على طول. بقول لك يا ريت نتقابل في جنينه عشان يبقى حسن وحسين مش واجعين دماغنا في البيت، يا اما اختار وقت وهما نايمين. بسهوله كده؟ جاي عدى سنة أخيرا، بنخطط لي اليوم ده بقالنا سنة. ياي أنا ونور أعز وأحسن وأحلى صاحبة لينا، بنتخطط في نفس اليوم. كله بسببي على فكرة، كانت أفكاري. نعم كانت فكرتي، على فكرة كانت فكرتي. إيه على فكرة أنا اللي اقترحت، على فكرة بقى أنتوا كلكم كدابين، أصلا أنا اللي كنت مقترحة من الأول. على فكرة بقول لكم إيه، أنا حاسس كده يعني إنه المكان هيبقى زحمة جدا، وأنا بتخنق من الزحمة، فيعني يا ريت تخلصوا الموضوع بسرعة، ده هي كلها كام دبلة بس وخلاص، وهوبا تراك خلاص. عمر ما تلم نفسك بقى وتسيب الناس تكتب براحتها. الناس مين دول؟ ولادنا، ده ابني. اه صح، وابني أنا كمان. ينفع ماما ينفع أرقص؟ يعني الكلمة دي أكيد ما كانتش ينفع تتقال بصوت عالي قوي كده، خصوصا أبوكي واقف جنبنا. ينفع يا نور عيني؟ أن أغطس أغطس، بقول أعطس قصدي أعطس، هتشيو كده. آه ولادنا الاتنين بيتخطبوا في نفس اليوم، يا ييمي. بيتخطبوا؟ قصدك واحد بيخطب وواحدة بتتخطب؟ ما علينا يعني، وات ايفر، الموضوع مفهوم، الموضوع مفهوم. ايه وانا طيشة يعني في النص؟ اه صح، انتي لسه بنتنا. لا جماعة، في بنت هنا لو حد عايز يخطبها. لا شكرا، احنا اللي عندنا مكفينا خلاص، كفايه خطبنا واحده. احنا بندور اصلا لحد ياخد يعني، يا ريت لو عندكم بنتين ياخدوا حسن وحسين من دلوقتي. وانا موافقه والله، انا نفسي موافقه، وانا كمان موافقه. صحيح غريبه، حسن وحسين ساكتين. لا يا طنط ما تخافيش، هم بس يعني كل مجرد الموضوع ان هم واخدين مهدئات قد كده. ما مش معقول يعني مكتوب عاملين ده وشفوا لنا نديهم مهدئ. مهدئ اعمل ايه؟ طب ما في عندك حل تاني؟ الصراحه لا، هم دول يستاهلوا المهدئ. ده واضح ان في مهدئ قوي والله، انتي كده ما تعرفيش حاجه كده، فعلا هم واخدين مهدئ. طب ربنا يستر بقى لو مفعول المهدئ راح، احنا هنروح في 60 ده. يلا نانسي ابوس ايدك، الناس بدات تتخطب في العيله، يعني العيله خلاص بداوا الناس تتخطب فيها، معنى كده انه خلاص المفروض الناس كلها بدات تتخرج بقى، واللي معرفش واللي بيخطب واللي بيتخطب واللي بيتجوز واللي معرفش ايه، وانتي لسه حامل، انتي لسه في ايدك نونه. طب اعمل ايه يعني؟ اوف بقى، انت بتزليني؟ ده انت ماما ارنب بنت. اسفه. هاتي، ما انت صحيح تعبانه وشايلهم ليه؟ هاتي خلص شيليهم. يا ولاد العزب، يلا مامتكم تعبانه وخليها تشيلوا اخواتكم، شيلوا بقى وانا مالي. خدي الله، ما انت تخلف وانا اشيل، انا كمان مالي، انا ماليش دعوه. خدي ادم. يا دي ادم، انتوا ما تركوش غير ادم. يلا تقولي يا نانسي، تقولي يا حبيبتي، تقولي. طب واحنا جايين معاكم، احنا ولادكم على فكره. يو استنوا، ادم احمد ونانسي، او صح احمد ونانسي وقابلتهم طبعا. وقابلتهم، هاي ادم.
اه يا نيلي، ايه الشياكة دي؟ بجد حلوة؟ روعة. ياي، وانت كمان ايه الشياكة دي؟ حلوة اختيار بابا، جميلة. لو ما كانتش عليك ما كانتش تبقى حلوة. طب تقولي تقولي ايه ده، انت شايل الاتنين دول لوحدك؟ هات انا اشيل معاك. يلا يلا تعالى تعالى. ايه بقى علينا واحنا جايين كده من غيرهم؟ لا ما هو احنا صدقيني لو كنا استناهم ما كناش جينا اصلا. احنا بصي متاخرين قد ايه اصلا. اه صح، يا لهوي هنا متاخرين قوي. يلا يا جماعه بقى، عشان بصوا بما اني قررت قرار عشان المناسبه الحلوه دي لازم ناخد صوره جماعيه. ماشي يلا بينا يا عم، يلا ليتس جو. تكتبهم بسرعه بقى، استنونا والله احنا جينا. حاول احنا جينا احنا جينا، وبصوا احنا كمان جايين نقف معاكم اهو. يلا يلا، ايوه احنا جينا اهو، استنونا. تعالي كده يا بنتي شويه، تعالي تعالي كده عشان الصورة تبان. يلا جاهزين؟ واحد، استنوا قربوا قربوا كمان، قربوا قربوا. ايوه الدنيا زحمة قوي هنا. ايوه يلا، واحد كلوكو ودي سمايل سمايل. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece.